يعطيكم العافية. إن شاء الله بالفيديو هذا بدنا نكمل في مادة البيكم، موضوعنا هو الجلوبيولر بروتين. تمام، هون بدنا ناخذ مقدمة عن ايش يعني بروتينز وهيك، يعني هي شوية مراجعة. تمام، هسا زي ما بنعرف احنا لما درسنا البروتين ستراكشر حكينا انه هو السكندري ستراكشر هو عبارة عن ايش، روابط هيدروجينية بتكون ايش بتوين جروبز، او خلينا نحكي بتوين الباك بون. تمام، هاي الروابط بتكون فوز اوفر ايتش اذر، يعني بتكون فوق بعض. تمام، عشان هيك بتكون قراب عن بعض، فبتكون زي كلوز اريا. تمام، هاي وكمان بتعطيني اللي هي يعني هذا الفولز بيعطيني البيبتايدز بون. تمام، اللي بتكون بالبرايمري ستراكشر. تمام، احنا بنعرف البرايمري ستراكشر هو عباره عن سلسله من الامينو اسيد بيكونوا مرتبطين مع بعض ايش، روابط بيبتايدز. تمام، اللي هي بتكون بتوين الكربونز اند امينو جروب، فهذول بيكونوا بتكون المساحه بيناتهم قليله، فبيكون ايش كلوز اريا. بالترجري هو بيكون عكسه. تمام، بتكون الروابط بتوين الجروبز بتكون بس الروابط ايش نون كوفالنت انتر اكشن. تمام، يعني بتكون هاي الروابط في الترجري ستراكشر حكينا بالسكندري بتكون ايش هيدروجين بوند. تمام، هسه بالترجري ستراكشر بتكون نون كوفالنت. تمام، شو الفرق الثاني؟ الفرق الثاني انه بالسكندري حكينا بتكون ايش فولت اوفر ايتش اذر، يعني بتكون قرب من بعض. تمام، بالتيرشري بتكونوا بسبيس، يعني بتكون المساحه كثير كثير يعني بعد عن بعض، فبيكون ايش عندي اياهم فار اريا، يعني بيكونوا بعاد عن بعض، وبيكون عندي a lot of different folding لانهم بعاد عن بعض. انا هاي بس يعني زي يعني معلومات بنعرفها من البروتين ستراكشر. تمام، هون انا نحكي انه بنقدر نقسم البروتينز according to the final shape. تمام، بنقدر نقسمهم عن طريق ايش simple protein و conjugated protein. هسا اول تصنيف اللي هو ممكن نصنفهم حسب ايش الشاب. هسا عن طريق الشاب تمام بنقدر نقسم البروتين لتو كلاسيفيكيشن، اللي هو اول واحد الفايبرس بروتين، والثاني اللي هو الجلوبولار بروتين. الفايبرس بروتين بتكون من سنجل سكندري ستراكشر. تمام، بالنوع مش بالعدد، يعني ممكن يكون عندي شو يعني سنجل سكندري ستراكشر. هسه احنا بنعرف السكندري ستراكشر اللي هم الفا بيتا اللوب والكويل الى اخره. تمام، هسه بهذا الفايبرس بروتين اللي هو بتكون المين فانكشن تاعته اللي هي ايش تعطي دعامه او تعطي ستراكشرال سبورت. تمام، عشان هيك لازم يتكون من نوع واحد من ايش السكندري ستراكشر، وبيكونوا ايش كعدد اكثر، يعني ممكن يكون الفا 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 الى اخره، ممكن تكون بيتا بيتا برضه الى اخره. تمام، فلما الالفا بتشبه الالفا بيكون يعني ترتيبهم ارتب. تمام، فالدكتور شبههم بالعمارة اللي بتتكون يعني أكثر من شقة، بكون الشقق تشبه بعض فبتعطي العمارة إلها دعم، بكون إلهم back them closely together وبتعطيها ال structural support. تمام، لما نرسم يعني زي إنه لما نقربهم فوق بعض بتطلع المير لبرا. تمام، بكون إيش هو mostly hydrophobic، وإيش بما إني أنا طلعت المي برا وهو بالاصل هيدروفوبيك بيكون ايش انسوليبل ان ووتر. هذه كان ايش البروتينات ما بتقدر تتحرك زي ايش الكولاجين اللي هو راح ندرس زي الكولاجين والكيراتين والالاستيك. طيب هسه الجلوبيلر. تمام، هسه حكينا المين فانكشن الفايبرس بروتين اللي هي الستراكشرال سبورت. هسه الجلوبيلر بروتين المين فانكشن تاعتها اللي هي الترانسبورت. تمام، هون عكس الفايبرس ممكن اني اتكون اكثر من سكندر ستراكشر، يعني ممكن تكون الفا بيتا الفا بيتا جاما الى عفوا مش جاما الفا بيتا كويل. تمام، بيكون هذول سوليبل ان ووتر. تمام، انه ايش وظيفتهم النقل، فعادي يكون انهم سوليبل ان ووتر بيقدروا يتحركوا زي البلازما بروتين اللي درسناها. تمام، بتكون شكلها جلوبيلر ايش، وحكينا المين فانكشن للبلازما بروتين اللي هو سبيشالي للالبومين اللي هي ترانسبورت. تمام،
فبكون مرتبطين عن بعض. ممكن احد الروابط اللي فيهم هيدروفوبيك انتراكشن. هسا احنا لما درسنا الليبيد حكينا انه نوع الروابط في الليبيد اللي هي هيدروفوبيك انتراكشن بكون مقسم الى نوعين، هيدروفوبيك هيدروفوبيك تمام، وهيدروفيلك اللي هي بولر ونون بولر تمام. طيب هسا النون بولر امينو اسيدز ما بنعرف انه بيكونوا ايش، انسايد يعني بالنص بتاع القلوب تمام، بتكون بعيده عن المي. طيب هسا البلو البولر بروتين موجودين على ايش، سيرفس او هو الاوتر سيرفس للجلوبولر بروتين تمام. هسا ممكن نلاقي احنا بروتين نون بولر بروتين تمام اللي هو بالسيرفس، ممكن نلاقي بولر في شو اسمه بالسنترال تمام. هون احنا بالعاده بنعرف انه النون بولر موجود وين، بالسنترال تمام، والبولر هو الموجود بالسيرفس. ممكن نلاقي العكس، ممكن نلاقي البولر بالسنتر تمام، زي راح ناخذ بالهيموغلوبين والمايوغلوبين انه بلاقي الهيستيدين جوا ايش، جوا اللي هو زي بنسميه هيدروفوبيك كور كور او نون بولر كور تمام. ممكن الاقي ايش النون بولر جوا السيرفس تمام. طيب هون بحكي لي بتسم هاي زي ما حكينا نون بولر امينو اسيد ممكن الاقيهم اوساد او على السيرفس. ليش؟ عشان يمسكوا بعض الاشياء الانسولوبل مولكيول زي الليبيد عن طريق ايش الهيدروفوبيك انتراكشن. اي شيء يعني بيكون نون بولر بيكون بيرتبط مع الشيء الثاني عن طريق الهيدروفوبيك انتراكشن تمام. زي ما حكينا هون زي الكواترن ستراكشر بيكون مرتبطين بروابط هيدروفوبيك، زي ما راح نشوف بالهيموغلوبين هو بيكون مرتبط مع الفا بيتا، والفا بيتا بتكون هاي الرابطة وهاي الرابطة بنسميها الهيدروفوبيك تمام. زي ما حكينا انه بقدر الاقي بعض الامينو اسيد موجودة بالسنترال تمام، وزي الهيستيدين زي ما حكينا. هذا بيكون ايش لما بيكون البولر امينو اسيد موجود بالسنتر بيكون مكون لروابط هيدروجينية كثيرة. طيب الفانكشن هسه ندرس الفانكشن تاعون الجلوبولر بروتين. احنا زي ما حكينا مقسمين البروتين لشغلتين، فايبروس تمام والجلوبولر. نبلش اول شيء بالجلوبولر تمام. الفايبروس راح ندرسه ان شاء الله في محاضره منفصله اللي هم الكولاجين والالاستيك والكيراتين. هسه نبلش في اول موضوع اللي هو ايش الجلوبولر بروتين. طيب اول شيء ايش هم الفانكشن تاعون الجلوبولر بروتين. اهم يعني فانكشن اللي هي الترانسبورت، اللي هي الترانسبورت حكينا انهم بيتحركوا سوليوبل تمام. ثاني فانكشن اللي هي ستورج تمام، اللي هم زي الستورج للايونز بشكل عام، زي المايوجلوبين اللي هو اللي بيخزن لي الاوتو، والفيريتين اللي هو اللي بيخزن لي الحديد من اسمه، وبتنقل لي بشكل عام زي الهيموغلوبين اللي هو اللي بنقل الاكسجين، وزي اشي اسمه عندي سيروتونين ترانسبورتر. راح في برضه من الفانكشن تاعونها اللي هي تشتغل زي مناعه للامراض زي الانتي بوديز والسيتوكاينز. طبعا احنا راحين ندرسهم اللي حاطط عليهم انا باللون الاصفر، راحين ندرس المايوجلوبين، راحين ندرس الهيموغلوبين، الانتي بوديز تمام، وبس هذول راح ندرسهم. اما السيتوكاينز والسيروتونين ترانسبورتر والفيريتين هذول ما راح ندرسهم. له برضه هذول الجلوبولر لهم دخل بالمسل كونتراكشن اللي هو عن طريق انهم بيأثروا على الاكتين والمايوسين اللي هم لما يصير عندهم اوفرلابينج زي ما درسنا بالفيسيو بيعطيني ايش مسل كونتراكشن. ممكن تشتغل از كاتاليست زي الكيموتريبسين واللايزوزان تمام. هذول يعني اسف شو صار هون ما بعرف. هذول بشكل عام الفانكشن المين فانكشن تاعون الجلوبولر بروتين. هون زي ما حكينا بنقدر نقسمهم الى تصنيف ثاني اللي هو ممكن يكون سمبل بروتين، ممكن يكون كونجيجيتد. شو يعني سمبل بروتين؟ هو عباره عن بروتين مرتبط مع حاله تمام، مش انه مرتبط مع حاله، عفوا مكونش مرتبط ولا ما شيء تمام. يعني بيكون بروتين لحاله ما عليه شيء، بيؤدي وظيفته من غير ما يرتبط مع اي شيء ثاني تمام. الكونجيكيتد بروتين هو عبارة عن بروتين تمام، بروتين عادي بيكون مرتبط مع اشي بنسميه كونجيكيتد بروتين، عفوا بروستاتيك او نان بروتين موليكيول تمام. في حال هذا الاشي مش يعني هذا ككل تمام بنسميه كونجيكيتد بروتين او كومبلكس بروتين تمام. طيب في حال هذا الاشي راح تمام بنسميه هذا الاشي ايبو
إشي، تمام؟ يعني في حال كان عندي بروتين مرتبط مع ليبيد بنسميه اللايبوبروتين، في حال شلت هاي الليبيد بنسميه ايبو لايبوبروتين، تمام؟ كونجكيت بروتين بيكون مرتبط مع إشي خارجي زي اي شيء اورجانيك مولكيول او ميتال زي ما راح ندرس، والاورجانوميتاليك اللي هو من الامثله الهيموجلوبين والمايوجلوبين زي ما راح نشوف كمان شوي. طيب يلا ندرس هسه اول شيء اللي هو اورجانوميتاليك بروتين اللي هو بيكون ايش هم كونجكيتد بروتين، تمام؟ عندهم وظائف مختلفه زي الترانسبورت وستورج اوكسجين. مين بينقل الاكسجين؟ اللي هو الهيموجلوبين، والستور اوف اكسجين اللي هو المايوجلوبين. بس بدي احكي يا اخوان نوتس كثير مهمه، اي شيء لما احكي انه شيء عنده الوظيفه تاعته ترانسبورت، تمام، شيء بنقل بيكون عندي اقل افينيتي، تمام. طيب وظيفته ستورج بتكون عنده هاي افينيتي، تمام. هاي الملاحظة كثير مهمة، راح نطبق راح نبني عليها في مادة البيوكيمستري بشكل عام، سواء كانت بيوكيمستري واحد بيوكيمستري وان و وميتابوليزم اللي هي بيوكيمستري تو. طيب هسا بشكل عام حكينا في اشياء بتنقل واشياء بتنقل وبتخزن الاكسجين، تمام، اللي هم المايوجلوبين والهيموجلوبين. هسا البروتين كسايد تشين ما بيقدر يرتبط مع الاكسجين بسهوله، تمام، عشان هيك بدنا نجيب يعني ميتالز زي اللي هو الايرونز، تمام، اللي هم ترانزيشن ميتال زي الايرون، تمام، اللي هو بيرتبط مع الاكسجين. هسا هذا الترانزيشن ميتالز اذا كان فري مش مرتبط مع الاكسجين بنسميه فري راديكلز او رياكتيف اوكسيديتيف سبيشيز، اللي هي بنختصرها بكلمه اللي هي نفسها R reactive oxidative species، تمام. If free in solution، إذا كان free in solution مش مرتبط مع أكسجين، so metals قبل I زي ما حكينا هاي الميتالز بيرتبط مع الأورجانو organic material، تكون جوا inside البروتين زي ما راح نشوف من هاي الأمثلة الهيموغلوبين والمايوغلوبين. طيب نبلش اول واحد اللي هو الهيموبروتينز، او شنو نعرف شو يعني هيموبروتينز، تمام. هيموبروتينز هو ببساطه هيم مع بروتينز بشكل عام، تمام، هيم مع بروتينز. من الهيم شو يعني؟ ايرون اللي هو اف اي لازم يكون بلس 2 اللي هو ريديوسد فورم، مع البورفيرين رينج اللي هي بتتكون من 4 بايرون رينج زي ما هي في الرسمه هاي، تمام. عندي حديد، تمام، هاي البايرون رينج اللي هي بتتكون من 4 نيتروجينز. انت ممكن تشوف انهم كثير يعني سايكليك، بس بشكل عام هاي عفوا هاي واحد وهاي اثنين هاي ثلاث وهاي اربعة، هذول بنسميهم بايرون رينج. ككل هاي بسميها ايش؟ الهيم. الهيم زي ما حكينا انه هي ايرون، وبورفيرين رينج اللي هي 4 بايرون رينج، تمام. هسا احنا حكينا هي اورجانوميتاليك، تمام. شو يعني اورجانوميتاليك؟ مين هو الاورجانيك؟ اللي هو البورفيرين رينج، تمام. الميتال زي ما بنعرف انه هو الايرون، هو ترانزيشن ايونز. ذا بروتين انفايرمنت هو بشكل عم بحكي لي انه البيئه اللي بيكون موجود فيها البروتين هي اللي بتحدد الفانكشن، تمام، بتاعت الهيم. يعني هسا احنا عندنا اكثر من نوع من هيم، زي هسا بدنا نشوف عندنا هيم اي هيم بي، عنده النون بولر امينو اسيد اللي هو الفالين، تمام. السي عنده الثيول بكون لي دايسلفايد بوند الى اخره. يعني عندي اكثر من نوع، طبعا هذول مش للحفظ، بس عندي بشكل عام البيئه الموجود فيها البروتين بحدد لي الوظيفه اللي ايش اللي بيعطي اللي بحددها، عفوا بحدد الفانكشن تاعت الهيم، تمام. ممكن نقسمه ل هاي الفانكشن لا زي سايتوكرومز. سايتوكرومز هذول في يعني مهمين لنقل الالكترونات زي في عملية اسمها الالكترون ترانسبورت شين اللي راح ندرسها في الميتابوليزم، تمام. هاي السايتوكرومز ممكن تتأكسد، ممكن تختزل عن طريق ايش؟ اشياء بنسميها NADH و FADH2. يعني هذول الاشياء مش للحفظ، تمام، بس الدكتور حكاهم في المحاضرة راح ندرسهم ان شاء الله لبعدين. ممكن تشتغل as a catalytic يعني catalytic enzyme، catalytic enzyme، تمام. هاي اللي بتسرع لي الرياكشن. كيف بتسرع لي الرياكشن؟ عن طريق وجود الهيم. هذا الهيم، تمام،
بحول لي ال H2O2 تمام اللي هو O2 بيروكسايد تمام لايش؟ بحول لي اياها لأكسجين ووتر. في حال عدم وجود هذا الهيم ما بقدر يحول ال H2O2 لأكسجين و H2O، واحنا بنعرف انه ال H2O2 هو توكسيك. ابل تمام، هون بحكي لي انه الايرون كان سويتش تو ذا اوكسيديشن ستيت سو بايندينج ذا O2 كونفرت بشكل عام. اوكي، هون بحكي لي انه وجود الهيم تمام بقدر يحول لي حاله الاف اي اللي هي بيكون اوكسيديشن ستيت تمام لا ريديوست، عشان هيك بقدر يرتبط مع الاكسجين، وهيك انه بيعطيني سبيد ذا رياكشن بسرعة التفاعل. بحكي لي انه ارتباط البروتينات مع بعض بيكون ايش؟ ريفيرسيبل. شو يعني ريفيرسيبل؟ ممكن انه يرتبط وريليز يعني بنفس الوقت تمام، زي رايحين نشوف الهيموغلوبين والمايوغلوبين. طيب هون بحكي لي انه بما انه الايرون راح يرتبط مع الاكسجين، طب ليش عند الهيم؟ الهيم بشكل عام عنده ايش؟ عنده الرينج، هاي الرينج انه بتمنع انه الايرون يرتبط مع الايش؟ الفري راديكلز اللي هي بتكون خطره، اللي هي سايكليسك ستراكشر بشكل عام. يس، كيف شكل الهيموبروتين؟ زي ما حكينا البايرول، عفوا اول شيء بتكون بورفيرين اللي بتتكون من 4 بايرول، وفي عندي حديد وهيم، وايش بيناتهم؟ ليجيشن اللي هو بيكون مرتبطين مع بعض. حكينا في عندي 4 بايرول 1 بورفيرين رينج تمام، وايرون اللي بيكون مرتبط مع ايش؟ 4 نيتروجينز اللي هي بتكون جوا البايرول رينج زي ما احنا شايفين هون. هاي الايرون هاي بنتبط مع 4 نيتروجينز تمام، هاي بتكون جوا البايرول، هاي ككل بنسميها هيم، وك يعني هاي الدوائر الصفر بنسميها بورفيرين رينج كلياتها، يعني كلياتها هيك كل بورفيرين رينج مع الايرون بنسميها هيم تمام. هون نفس الاشي بحكي لي انه الايرون بيكون لي 6 روابط، 4 منهم مع النيتروجينز، وبهيك بضل عندي 2 تمام، واحدة مع البروكسيمال سايد تاعت الايش؟ الهيم، والثاني ايش؟ مع الاكسجين بايندينج. هون حكينا انواع الهيم مش للحفاظ تمام. هم الهيم هون بيختلفوا عن بعض عن طريق ايش؟ اللي هو حسب البورفيرين رينج، يعني الاختلاف بيكون بالبورفيرين رينج. في اشي بيكون طلعوا هون، يعني مثلا هون هاي البورفيرين رينج مرتبطة مع هذا الاشي، طيب بالسلسلة هاي في واحدة منهم بتكون مرتبطة مع هذا الاشي، يعني بس بشكل عام بدي احكي لكم انه الاختلاف بيكون موجود بايش؟ بالبورفيرين رينج، وما تحفظ هالاشياء اكيد. حكينا الهيموغلوبين بي عنده فالين، بيكون بيرتبط هو نان بولر، بيكون مرتبط عن طريق الهيدروفوبيك انتر اكشن. الهيم سي يعني من يعني كيف تحفظها؟ هو ثايول، ثايول فيه ايش؟ اللي هي الاس والاتش، احفظها هيك ثايول فيها يعني لفظ الاس، انت هيك بتقدر تحفظها انه هي هيم سي. بكون ايش؟ بما انه احنا بنعرف انه الثيول بيعمل لي عفوا انه الثيول بيعمل لي رابطه انه لما يعمل يصير له اوكسيدايز تمام بيفقد الاتش، هاي بكون لي دايسلفايد بوند مع ايش؟ سلفر ثاني، هاي النوع الرابطه بكون كوفالنت. في هون اشي تطبيق اسمه سبكتروسكوبيك تمام، هي يعني طريقه كيميائيه بقدر اعرف ايش طبيعه او الموليكيولز الموجودة جوا السوليوشن تمام. تمام، شو هي مبدأها؟ اني انا بسلط ضوء تمام، والموليكيولز هاد يعني بيعمل absorption لللايت تمام، كل ما كانت كمية الضوء الممتصة اكثر تمام بيكون ايش؟ الكونسنتريشن تاعها كثير. هو بيحكي انه انه خصائص strong absorption لل الضوء الممتص تمام، انه لازم يكون في عندي ايش؟ FE اللي هو الايرون، ايرون كونتيننج هيموبروستاتيك جروب تمام، من لازم يكون الايرون مرتبط مع ايش؟ الهيم بروستاتيك. هو بيحكي لي انه بنقدر نصنف الهيم عن طريق انه لايت ابزوربشن والايش؟ المود اوف بايندينج اللي هو يعني طريقه الارتباط. خلينا نحكي تمام، زي ما حكينا هون انه بنقدر نصنف الهيم عن طريق انه كميه الضوء اللي بيمتصها تمام،
وطريقة الارتباط. تمام، هون بس بشكل عام هون الجراف بيحكي لي اني بقدر اقسمهم ل توهم اوكسيدايزد وريديوست. شو يعني اوكسيدايزد؟ يعني حالة الايرون عندي اياها اي بلس 3، لانه حالة التأكسد هي زيادة في عدد الالكترونات، عفوا زيادة في عدد التأكسد. الريديوس بيكون اف اي بلس 2 لانها ايش؟ اقل في عدد التأكسد. اوكسيدايز هي موجود لما يكون طول الموجة 400 زي ما بنشوف هنا تقريبا. هذا هو الاكسيدايز اللي هو بيكون للون الاحمر، تمام، يعني بيمتص اللون الاحمر. خلينا نحكي الاكسيدايز فورم تاع الهيم. والريديوس بيكون لونه ازرق، وبنقسمهم لثلاث مناطق، الفا وبيتا، عفوا اي تايب وبي تايب وسي تايب. الاي تايب بيكون تقريبا طول الموجة عندي اياها 600، اللي هي خلينا نحكي تقريبا الفا، اللي هي الالفا تقريبا. تمام، البي هي بتكون تقريبا 560، هي 560. السي بدها تكون 550، اللي هي هاي قبل البيتا بشوي. يعني مش هال هذا الجراف مش هالإشي المهم، فهمتوا علي كيف؟ بس بحكي لانه الريديوس هي بقدر اني اقسمه لثري باند، تمام، اللي هي بتكون البلو كير حكيناها، وانه اللي هي كان كاري 1 الكترون. بدنا نكمل البارت الثاني من الجلوبولار بروتين. تمام، حكينا بالشيت اللي قبل عن الهيموجلوبين والمايوجلوبين انهم جلوبولار بروتين، تمام، وحكينا ودرسنا البلازما بروتين. تمام، بس نبلش المايوجلوبين. المايوجلوبين هو موجود بالهارت، من اسمه مايو، يعني موجود ايش؟ في المسلز تاعون الهارت وبالسكيلت المسل. تمام، شو الفانكشن تاعونه؟ اللي هي زي ما حكينا الستورج للاو 2، وبيشتغل از اوتو كارير. تمام، هو اول بروتين تم اكتشافه. تمام، وبتكون بس من سنجل بولي بيبتايد، هاي كثير مهمه. تمام، سنجل بولي بيبتايد اللي هو بتكون من 153 امينو اسيد. تمام، هاي الارقام مش للحفظ. تمام، هاي السنجل بولي بيبتايد تشين، تمام، زي ما حكينا عنده 153 امينو اسيد. تمام، بتتكون من ايش؟ 8 الفا هيليسز. تمام، مرتبين من A to H اللي هي مش حكينا عنده 8، A 1 to B إلى آخره، بدنا نوصل لإيش؟ ل H 8. تمام؟ تمام، عنده 8 ألفا هيليسيز اللي هم نسميهم من A to H. تمام، ما عندي نوب، ما عندي بيتا شيتس اللي هم زي البرولينز والبيتا بنز واللوبز. تمام، هاي صراحة أنا مش متأكد منها إنه اللوبز من ضمن ال انه نو بيتا شيتس، صراحة مش متأكد، بس راح اتأكد ان شاء الله من الدكتور نافذ. تمام، بشكل عام زي ما حكينا الجلوبولار بروتين، تمام، عندهم جزئين، جزء زي ما حكينا انه هم ايش؟ بكونوا سوليبل في الووتر. تمام، في عندهم جزء خارجي، تمام، وجزء داخلي. زي ما حكينا الجزء الخارجي هو بكون بولر اللي بتفاعل مع المي، والجزء الجوي بكون ايش؟ نون بولر. تمام، وزي ما حكينا انه الفايبروس بروتين بتكون من سنجل تايب اف اوف سكندري ستراكشر، فما بكون عنده اكثر من وحده. الجلوبولار بروتين حكينا ممكن يتكون اكثر من سكندري ستراكشر، الا في عندي اكسبشن اللي هم الهيموجلوبين والمايوجلوبين، عندهم بس ايش؟ الفا هيليسز. تمام، هذا ايش يدل انه عندهم سبيسيفيك فانكشن. تمام، حكينا الجلوبولار بروتين عندهم اكثر من نوع من سكندري ستراكشر. تمام، ان هم بيكون ما عندهم باك تو كلوزلي، عشان هيك بيتحركوا بسهوله. تمام، طبعا من خصائص، هسه نكمل خصائص المايوجلوبين. طبعا هاي الارقام بيكون انه رقم النقاط. تمام، هاي رقم 8، هاي رقم 6، هون كان رقم 5. تمام، هو بيحكي لي انه كيف حالة الايرون. زي ما حكينا دائما حالة الايرون لازم تكون ريديوست، اللي هي في الراس، اللي هي اف اي بلس 2. تمام، عشان يقدر يرتبط مع الاكسجين، تو بايند تو اكسجين اور اذر مولكيولز اللي هم زي حكينا البايرو رينج. بس هي يعني ايش السبب لازم يكون اف اي بلس 2؟ لشغلتين، انه يرتبط مع الاكسجين. تمام، ايش؟ انه في حال اذا كان فري ما بدنا احنا فري، انه ايش؟ ما بتفاعل مع ايش؟ الفري راديكلز. مين حكى؟ مين المسؤول انه يمنع من انه يرتبط مع الفري راديكلز؟ اللي هو ايش؟ اللي هو الكور، الهيدروفوبيك كور. تمام، زي ما حكينا وجود الديستالهيستيدين والى اخره.
زي ما حكينا انه اكيد الهيم موجود جوا البروتين، بما انه جوا بيكون عندي هيدروفوبيك. هيدروفوبيك ايش؟ بوكيت اللي هو، او هيدروفوبيك كور خلينا نحكي. تمام، هون بيرتبط عندي الاكسجين بس دايركتلي مع ايش؟ مع الايرون. حكينا احنا بالاول محاضره اللي هي السايد شين تاعون تاعو البروتين ما بيرتبط مع الاكسجين. مين الوحيد اللي بيرتبط مع الاكسجين؟ اللي هو الايرون اللي هو موجود بالهيدروفوبيك بوكيت. تمام، اللي بيكون ايش انسايد؟ بيكون ايش؟ نون بولر، زي ما حكينا انه هو هيدروفوبيك موليكيول. تمام، عن طريق ايش؟ البورفيرين رينج. تمام، اللي بتتكون من فور بايرون رينج الى اخره. عندي نيتروجينز بتكون مرتبطه مع الايرون. هسه شو وظيفة هاي الهيدروفوبيك بوكيت او الكور؟ اللي هي بتكون تعمل هيدروفوبيك انتر اكشن. احنا حكينا بالاصل الهيم هو عبارة عن ايش؟ هيدروفوبيك، صح؟ مين اللي بيعمل هيدروفوبيك انتر اكشن؟ اللي هي ايش؟ البوكيت نفسه. وايش زي ما حكينا انها بتحمي الاف اي. تمام، انه يصير له اوكسيدايز. عندي ايش؟ تو هيستيدين جوا الهيدروفوبيك. احنا بنعرف انه الهيستيدين ايش؟ بولر. تمام، موجود جوا ايش؟ النون بولر. في عندي بروكسيمال وفي عندي ديستال. البروكسيمال هسه زي ما بنعرف بروكسيمال معناه اشي قريب، القريب من الاشي، والديستال قريب من الاشي. بس ايش هو هذا الاشي؟ اللي هو الهيم. يعني الهيستيدين القريبة من الهيم بنسميها بروكسيمال هيم. تمام، اللي هي بتكون مرتبطة دايركتلي مع ايش؟ اللي هي مع الايرون. تمام، شو وظيفتها؟ انها بتعمل لي يعني بتثبت الهيم في مكانها. الديستال تمام، اللي هي بتكون مش يعني مش انها فري، انها مرتبطة مش مرتبطة مع اشي. لا، بس يحكي لي انه شو قصد بكلمة فري؟ انها مش مرتبطة مع الهيم. شو وظيفتها؟ اللي هي طلع هيك بتكون هاي ذرة الحديد، نعتبر انه هذا البروكسيمال للهيم، فبنسميه هاي بروكسيمال هيستيدين. تمام، هاي شو وظيفتها؟ بتعمل لي ايش؟ انه بتثبت الهيم في مكانها. والايرون مرتبطه مع الاكسجين، هاي الاكسجين المرتبطه مع ايش؟ الديستال هيستيدين. تمام، هاي عشان هيك بحكي لانها فري، مش مرتبطه دايركتلي مع ايش؟ مع الايرون. ما في عندي ارتباط بين ديستال هيستيدين اند الفرس اللي هو reduced form of iron. تمام، هسه شو وظيفه الديستال هيستيدين؟ تشتغل زي يعني خلينا نحكي work as gate. شو يعني؟ يعني هي اللي يعني اللي بتتحكم او بتنظم خلينا نحكي ارتباط الاكسجين. تمام، الاكسجين مع الايرون. تمام، وبتمنع لي انه ال Fe plus 2 يرتبط مع الفري راديكالز او يتحول للايش؟ الفرس اللي هو الاكسيدايزد فورم اللي هو الفريك. او في عندي كثير نقطه كثير مهمه اللي هي انه بتمنع اللي هو البايندينج تاع العمودي. هسه بدنا نشوف في عندي ارتباط عمودي في ارتباط مائل. هسه في عندي ثواني بس يا رب تكون هي بالضبط. هسه هذا الارتباط تمام، مين اللي بيعمله؟ اللي هي الديستال هيستيدين. ما في عندي هذا الارتباط اللي هو لما يكون عمودي، هذا مش موجود. عن طريق ايش؟ عدم وجود الديستال هيستيدين راح تصير ايش؟ البايند 90 درجه. تمام، راح نجي هي انه وجود السي او الى اخره، بس بشكل عام وجود الديستال هيستيدين تعمل لي هاي. في عندي يعني زي نحكي انه في زاويه، حكينا هون. تمام، هذا الارتباط يعني زي ما حكينا انه زي ما حكينا بيعطيني زاويه. هاي الزاويه بتقلل لي شوي من الافينيتي تاع الاكسجين. تمام، احنا بنعرف كل ما كانت الافينيتي عاليه يعني بقل انه الاكسجين ارتباط يفك من الايرون. فانا بدي اخفف هاي الافينيتي في حال اني بدي هذا الاكسجين اقدر ايش؟ افكها من الايرون. هذا ما حكينا انه بيقلل الافينيتي. تمام، بس بقللها بشيء يعني مش انه بقللها كثير، لا بقللها لدرجه قليله. زي ما بنعرف كل ما زادت الافينيتي انه شو اسمه انه الشيء يفك عن شيء بقل. وهذا يعني هاي الزاوله يعني عندها زي ما حكينا افينيتي، يعني مش انها قليله كثير ولا انها كثير. تمام، بس ايش اني بقدر افصلها في حال
نبدأها. راح كان الفونكشن تاعون الدستلهستين بتعطيني انه بتثبت الاكسجين او الهيم في مكانه او ايش بتعمل لي بتقلل الافينيتي. راح كان الدستلهستين انه ما بيرتبط مع ال الديستل سايد للايرون، عفوا الديستل سايد للايرون ما بيرتبط مع الديستل هيستيدين. تمام، الديستل سايد للايرون مين بيرتبط فيه؟ الاكسجين. فكي هون انا ما بعرف شو كنت احكي. تمام، هون في عندي اشي يعني ممكن يجي عليه سؤال. تمام، اللي هو الكربون مونوكسايد، تمام، عنده افينيتي انه يرتبط مع الايرون هاي، تمام، اكثر من انه ايش يرتبط الاكسجين من الايرون. يعني الافينيتي بتاعت السي او اكثر بكثير، يعني اعلى بكثير من ايش الاكسجين. تمام، طيب مين بيمنعني انه زي ما بنعرف انه السي او هو ايش ماده توكسيك. تمام، في حال ارتبطت مع الايرون بصير يعني ايش، يعني في عندي سايد افكت. طيب مين بيمنع ارتباط السي هذا الكربون مونوكسيد من يرتبط مع الحديد؟ اللي هي وجود ايش؟ الديستل هيستيدين. الديستل هيستيدين بعطيني هاي الزاوية، تمام، بقلل الافينيتي، بقلل الافينيتي تاعت السي او، فعشان هيك بيجي بيرتبط الاكسجين مع الايش؟ الايرون. السي او 2 ما بيقدر يرتبط، تمام، هون بحكي ان السي او عنده هاي افينيتي ذان اكسجين، وحكينا مين هو اللي ما بيخلي الاكسجين يرتبط مع ايش، عفوا الكربون مونوكسيد مع الايرون. بشكل عام حكينا دائما each polypeptide او each subunit، تمام، عندها هيم واحدة. تمام، المايوغلوبين عنده هو حكينا بالاصل هو single polypeptide، تمام، فعنده ايش، عنده واحدة هيم جروب. تمام، الهيموغلوبين عنده 4 subunit or 4 polypeptides، فعشان هيك عنده 4 هيم جروبس. نيجي على الهيموغلوبين، نعرف انه هو كواترنري ستراكشر، تمام، وله اكثر من نوع زي الهيموغلوبين A، تمام، اللي هي ايش الهيموغلوبين A، يعني نسبة لأدلت، تمام، بيكون عنده الفا 2 بيتا 2. ننساش انه صح هو كواترنري ستراكشر بس ايش عنده؟ single type، تمام، single type of secondary structure. هو والمايوغلوبين اللي هم الاستثناءات. تمام، حكينا هو تيترامر، تمام، يعني هيتيرو اكيد لانه الفا 2 بيتا 2 عنده اللي هو نفس الفور سب يونت اللي هي 2 الفا و 2 بيتا. تمام، وبيختلفوا في عدد الامينو اسيد وبيختلفوا في الامينو اسيد نفسهم، يعني انواع الامينو اسيد وعددها. حسب الالفا تشينز عندها 141 امينو اسيد، عندها ايش 7 هيليسز. هناك بالمايوغلوبين حكينا في عنده 8 اللي هم مقسمات من A اتوقع على H اللي هم A B C D E F G H. ايوه هذا في حاله المايوغلوبين. اما في حاله الالفا تشينز للموجود في الهيموغلوبين موجود لا A B C D E F عفوا E F G للجي. اما البيتا تشينز اللي هي سلسلة البيتا موجودة بالهيموغلوبين تشبه المايوغلوبين اللي هي من A ل G، تمام، تتكون من نفس عدد الامينو اسيد 146. بحالة الالفا تمام بتكون موجودة 141. شو وظيفة الهيموغلوبين؟ حكينا اللي هي ايش، ينقل الاوتو بشكل عام. الاكسجين كحال، يعني نحكي انه كموليكيول الاكسجين هو يعني ذئبيته السوليبيليتي في المي تكون كثير قليله، تمام، واحنا بنعرف انه اغلب البلازما الموجوده في الدم هي بتتكون من ووتر، تمام، عشان هيك بدي اشي يكون سوليبل للووتر ينقل هذا الاكسجين اللي هو وجود ايش الهيموغلوبين. تمام، هسه السيرفيس اريا تاعت اللنجز بتكون يعني قليله للاكسجين، تمام، عشان هيك بدنا ايش بروتين عنده هاي افينيتي للاكسجين عشان يحملها. هون بيجي التطبيق انه السمك اللي موجود ما عندهم هيموغلوبين، تمام، هو بيحكي لي انهم كيف بتنفسوا كيف بنقل الاكسجين جوا الانسجه عن طريق ايش اللي هو بيحكي لي انه بالاوشن، تمام، او عندهم ايش high amount of oxygen، تمام،
زي ما حكينا انه الاكسجين سولوبيليتي بتاعته في الوتر قليله تمام، بس السيرفيس اريا بتاعت الاوشن تمام عندها هاي اماونت اوف ايش اوكسجين، واللنجز نفس الشيء عندها كميه سيرفيس اريا بتاعتها اقل تمام، لو سيرفيس اريا للاكسجين تمام، عشان هيك بدي الهيموجلوبين اللي بتكون عنده هاي افينيتي فور اكسجين عشان يحملها. هون باري بحكي لي يعني ايش مالوش دخل انه ال CO2 تمام بينتقل في الدم ايش انه هو as dissolved material. هون ما بدي اشي يعني تفهمون بس بشكل عام، هاي يعني حسابات وبصراش، بس بدي اياك تعرفوا لي انه انا عندي الكباسيتي اوكسجين كارينج في البلد عندي اياها ايش كثير كبير، هو بيطلع الرقم هذا 5.6 اللي هي بشكل عام يعني كثير كبير، يعني خلينا نحكي اللي هو تقريبا انفينيتي، لانه نحكي عن اس كثير كبير 10 اس 20، فهو يعني حرفين يعني ما نقدر انه بالاصل نحصيه تمام. حكيت بالمحاضرة اللي قبل انه الالفا شو اسمه الهيموجلوبين تمام عنده هيدروفوبيك انتر اكشن بتوين سب يونت تمام، هو ايش حكينا عنده الفا 2 بيتا 2 تمام. هسه هاي الالفا 2 والبيتا 2 كيف شكلها؟ عندها الفا بيتا الفا بيتا تمام، هذا بنسميه الفا مع بيتا ككل بنسميه دايمر تمام. طيب هسه هذا دايمر تمام، هسه النوع الرابط بين الالفا والبيتا جوا الدايمر هاي بنسميها هيدروفوبيك انتر اكشن. احنا بنعرف انه الهيدروفوبيك انتر اكشن بتكون ضعيفه، بس هاي موجوده جوا شو اسمه جوه الهيموجلوبين كميتها كثير كبيرة، عشان هي هيك يعني بتكون يعني زي قوية تمام. أما الرابط اللي بتكون between dimers هاي بنسميها الأيونيك أو الهيدروجين بوند. طيب نيجي هون زي ما حكينا إنه عندي هيدروفوبيك انتراكشن between ألفا وبيتا سب يونت الموجودين جوه الدايمر تمام، وزي ما حكينا انه في عندي نان بولر امينو اسيد بتكون موجود على السيرفيس اريا تمام، عشان يعطيني الهيدروفوبك انتراكشن، واحنا سمينا الالفا والبيتا دايمر تمام. حكينا في عندي ايونيك هيدروجين بوند بتكون بتوين الدايمرز، يعني هسه شو انواع الروابط الموجوده جوا الهيموجلوبين اللي هي هيدروفوبيك وايونيك وهيدروجين بوند تمام، اللي هي بتثبت السبيونات في مكانها. زي ما حكينا بتوين الفا وبيتا بتكون الهيدروفوبيك انتراكشن، او بتوين الدايمرز اللي هم الفا وبيتا مع الفا وبيتا تمام بتكون يا ايونك يا هيدروجين بوند. هسه بحكي له هاي شغله كثير مهمه، بحكي له انه الهيموجلوبين از الوستريك بروتين. شو يعني الوستريك؟ هو يعني موليكيول بتغير من شكل لشكل ثاني تمام، ولازم عشان يكون عندي الستريك لازم يكون يتكون من اكثر من سب يونت، يعني زي حاله الهيموجلوبين حكينا انه بيتكون من 4 سب يونت تمام، should have more than سب يونت تمام. هون بحكي شو تعريف الو معناها فار، وستريك معناها كونفورميشن اور فورميشن اوف بروتين، يعني بشكل عام مش حل شيء مهم تمام. هسه شو وظيفه السب يونت، او يعني بتكون هاي السب يونت حكينا مش انه بتكون اكثر من سب يونت، هاي السب يونت شو في البروتين تمام وبالانزيم بتكون عندها ديفرنت يعني سايتس تمام. اشي بتكون في حاله البروتين ممكن تكون فانكشن تمام اللي هي خلينا فانكشنال سب يونت، ممكن تكون ريجوليشن سايت تمام. هسه الريجوليشن سايت موجوده في البروتين والانزيم لانه الريجوليشن كثير كثير مهم تمام. في حالة الإنزيمات عندها إيش ممكن تكون تشتغل as يعني إنها بتسرع التفاعل speed up of chemical reaction تمام. هسا شو مبدأ الألستريك؟ إني مثلا أربط إشي فما حكينا عندي أكثر من سب يونت صح؟ عشان يصير عندي هذا الارتباط، الارتباط الأول في إشي تمام بيسهل ارتباط الإشي الثاني، يعني أول إشي بيرتبط هذا خلينا نحكي إشي عندي A B C D تمام، بيرتبط أول شيء A تمام بسهل ارتباط البي مع هذا الاشي تمام، يعني يعني بتكون الافينيتي تاعت الاي لهذا الاشي تمام اقل من ايش الافينيتي تاعت البي، بتكون ولما يجي يرتبط البي مع هذا الاشي تمام بسهل ارتباط السي مع هذا الاشي، يعني بالمحصلة بتكون الدي هاي افينيتي دان سي، بعدين انه سي عندها هاي افينيتي دان بي
والبي عندها هاي افينيتي ثاني، تمام؟ يعني ارتباط شيء بيسهل ارتباط الشيء الثاني. انه ايش كيف هذا، يعني هذا انه تغيير بصير، انه ايش بتغير، عفوا انه تغيير في الافينيتي كيف هاي، انه بتغير ال شو اسمه الكونفورميشن، او هو خلينا نحكي الشكل البروتين بتغير او اني باراميتر، تمام؟ تشينج ذا اكتيفيتي انذر، اذا ما حكينا انه عن طريق البروتين كونفورميشن تشينج، تمام؟ حكينا السكند سب يونت عندها هاي افينيتي دان ذا فيرست وان، نوت اول بروتين ذات. طيب بشكل عام هو بيحكي لي انه مش كل البروتينات اللي عندها اكثر من سب يونت عندها هذا الالوستريك، تمام؟ بس الشرط الاساسي انه الالوستريك انه يتكون من اكثر من ايش؟ من واحدة، من سنجل سب يونت. Each sub unit is similar to myoglobin. زي ما حكينا إنه السب يونت الموجودة بالهيموجلوبين تقريبا بتشبه الميوجلوبين اللي هي especially البيتا. والفانكشن تاعتها ممكن نقول H plus or CO2 اللي بتشتغل as a buffer. طيب هون أنا ما بعرف يعني صراحة الشيت شوية طويل بس المواضيع توقع يعني كثير سهلة، تمام؟ هون نحكي عن tertiary structure بدنا نقارنه مع الميوجلوبين، تمام؟ سواء كان الفا جلوبين او بيتا جلوبين. هسه هون كشكل يعني تقريبا بيشبهوا بعض الفا جلوبين والبيتا جلوبين، تمام، والمايو جلوبين، بس في عندي شويه اختلاف. هذا الاختلاف اللي هو بيعطيني ايش؟ الاختلاف بالافينيتي. احنا بنعرف ان المايو جلوبين عنده اكثر يعني هاي افينيتي دان الهيموجلوبين. عندي اختلافات قليله، تمام، بانه عندي اختلافات قليله بتكون عندي تقريبا سيم فانكشن، تمام، اللي هي ايش؟ نقل الاكسجين، تمام. هذا الاختلاف القليل بيعطيني ايش؟ الفرق في الافينيتي الارتباط مع الاكسجين، تمام. وحكينا انه الهيدروفوبيك انتراكشن شو وظيفتها؟ انها بتعمل لي ايش؟ بتثبت او يعني بتعطيني استابيلايز للانتراكشن بين الهيم والبروتين، اللي هي زي حكينا زي الهيدروفوبيك بوكيت. هنا نحكي عن يعني اكسيدايزد ايرون، تمام. هذا مش يعني حكينا انه لازم يكون الايرون موجود جوا الهيموجلوبين، لازم يكون اف اي بلس 2، تمام. في حال كان اف اي بلس 3، تمام، بتكون عنده لو افينيتي فور اكسجين، لانه بالاصل بيكون عامل يعني هو الحديد بيكون عامل ست، لازم يعمل ست روابط. في حال كان اف اي بلس 3 راح يعمل لي ايش؟ خمس روابط، تمام، بتقل عدد الروابط، عشان هيك انه ما بيرتبط بالاكسجين، عشان هيك بيكون له affinity for oxygen. بشكل عام زي ما حكينا انه حكينا ان الهيدروفوبيك بوكيت شو وظيفتها؟ انه بتمنع انه الاكسيديشن تاع الفرص، تمام، وانه ايش؟ ما يرتبط مع الايش؟ الرياكت اللي هي بشكل عام اللي هم الرياكتيف اوكسيديتيف سبيشيز، تمام، اللي هم الراديكالز فري راديكالز. هون الهيدروفوبيك انفايرمنت الموجود جوا الميوجلوبين، تمام، تمنع الاكسيديشن تاع الايرون، تمام، انه ارتباط الاكسجين انه عادي ممكن يرتبط، تمام، بس انه يصير الاكسده ممنوع. يعطيكم العافيه. نكمل هسه. حكينا انه الايرون الموجود جوا الهيموجلوبين لازم يكون في حاله الفرس، مش لازم يكون في حاله الاكسيدايز، تمام، مش لازم يكون في حالة الأكسيدايز، تمام، اللي هي الفيريك، تمام. في حالة كان إذا في حالة الـ Fe plus 3 لا، راح تكون إيش؟ عندي low affinity. شو الأشياء اللي بتمنع هذا الإشي؟ اللي هي الهيدروفوبيك environment زي ما حكينا، اللي هي البوكيت، تمام، الموجود جوا بيمنعها إنها تصير إيش؟ حالة الأكسيديشن، تمام. وحكينا إنه ارتباط الأكسجين مسموح، بس في حالة إيش؟ إنه يصير له توكسيد يعني بيعملها بلوك. تمام. في لما انه يصير في عندي ريليز للاكسجين، احنا حكينا انه البايند والريليز في الايرون، تمام، عفوا، انه ارتباط الاكسجين ولما يصير فك هو حكينا ريفيرسيبل، تمام، يعني بفك وبرتبط، تمام، بضل الايرون في حاله الفرس، تمام، اللي هي اف اي بلس 2 اللي هي ريديوسد فورم، تمام، عشان يرتبط مع ايش؟ اكسجين ثاني. حكينا انه لازم يكون في الفرس ستيت، تمام.
What helped the heme to be reduced؟ شو الأشياء اللي بتساعد إنه الهيم يضلوا في حالة ال reduced form اللي هي إيش؟ أهم إشي اللي هي الهيدروفوبيك بوكيت، تمام، والعديد من البروتينات الموجودة جوا البلازما، تمام، اللي هم بتكون سيلولار بلازما. طيب هسا نيجي دراسة الكيرفز تاعون المايوغلوبين، تمام، والهيموغلوبين. هسا بشكل عام المايوغلوبين زي ما حكينا أول محاضرة إنه عنده هاي أفينيتي، تمام، عنده هاي أفينيتي للأكسجين، تمام. هسا في هذا يعني حنصير نقرأ إنه يعني هو مجرد كلام يعني بشكل عام، إنه عنده يعني طلع على الإكس أكسس والواي أكسس عشان نعرف أبصر إيش، بس بشكل عام إنه في حالة هاي الكيرف بيكون the highest value هي واحد، تمام، لأنه هي بتكون إيش يعني زي نحكي نسبة إشي لإشي، تمام. زي ما نشوف هنا الإكس أكسس بيكون لضغط الأكسجين بالتور أو بالتور، تمام، والواي أكسس بتكون إيش اللي هي ساتشوريشن. حكينا إنه أعلى قيمة واحد لأنه هي إيش فراكشنال ساتشوريشن، تمام. شو يعني هذا الإشي، تمام، اللي هي بتكون نسبة يعني عدد من البايندينج سايت، تمام، الموجود جوا البروتين، تمام، اللي بتكون مرتبطة مع يعني إذا خلنا نحكي في هرمونات، تمام، بشكل عام، تمام، على العدد الكلي للبايندينج سايت. يعني مثلا عندي 20 بايندينج سايت كتوتال، تمام، عندي 5 منهم ارتبط مع ليجند، تمام. شو هي الفراكشنال ساتوريشن؟ بتكون 5 على 20 اللي هي بتكون تقريبا 25% اللي هي فيها واحد ربع اللي هي 25%، تمام. minimum increase ratio we can achieve our high. هون بيحكي لي انه كل ما يعني زاد تقريبا الضغط راح يصير الساتوريشن كثير كبير، هذا يدل انه الافينيتي تاعت المايوغلوبين كثير عالي. هون بيحكي لي انه انكريز انه كل ما يزيد ضغط الاكسجين بده يزيد الساتوريشن، هذا يدل انه عنده هاي افينيتي للاكسجين، تمام. ضغط من السلاب انكريز ساتوريشن، يعني هون بيحكي لي انه كل ما زادت الاكسجين راح يزيد الساتوريشن الا لما نصل لهون تقريبا، هون راح يصير في عندي زي بلاتو اللي هو ثبات. يعني هذا زي ما حكيت يعني كله حكي اغلبه، تمام، حكينا انه اغلب الساتوريشن راح يصير عن لما يعني لما ازيد شوي، يعني زي ما هون بنشوف هون انا زدت بس كميه تقريبا خلينا نحكي 25، تمام، صار عندي ساتوريشن يعني فل، يعني 100% عندي ساتوريشن، تمام. الباقي يعني في حاله ال 100 او 50 او ال 75 راح يضلوا نفس الايش كميه الاشباع لانه هو وصل الماكسيمم ساتوريشن، تمام. هون في عندي شيء اسمه بي 50 اللي هي خلينا نحكي بي نص، تمام، هي بهاي الحاله بتكون تساوي 2 تقريبا، هاي اللي هي هاي اللي لما ننزل هون تقريبا بدها توصل 2، هذا يدل انه عنده هاي افينيتي. كل ما كل ما قل كميه مقدار البي 50، تمام، بده يدور هذا انه عنده هاي افينيتي، تمام. كميه 2 حكينا اللي هي شو هذا المقدار، انه انا اوصل 50% ساتوريشن. هسا لما يكون زي ما بنعرف انه في اللنجز بيكون ضغط الاكسجين تقريبا 100 وفي الانسجه بيكون تقريبا 20، هسا لما يكون 100، تمام، يعني بده يكون يعني زي ما بنشوف هون هاي هذا ال 100 هو بده يقارن ال 100 مع ال 25، تمام. هسا في حاله ال 100 لما يكون عندي ضغط 100 اللي موجود باللنجز بده يكون 100% ساتوريشن، صح ولا لا؟ اما لما انا اصل تقريبا ال 25 هاي، يعني انا تقريبا بكون يعني مش واصل 100% لانه هو طلع هيك جاي الكيرف جاي هيك تقريبا على 25 تقريبا جاي هون، تمام، بكون شيء يعني 100% ايش ساتوريشن. هو بيحكي له انه المايوغلوبين لازم يكون ساتوريشن انه يكون 90% منه ايش مشبع. And that's why he want to see, he want to make it. يعني كله حكي. وهذا الكيرف لما يكون هيك انه عنده الافينيتي عاليه والبي 50 قليل، هذا بنسميه هايبربوليك، تمام، هايبربوليك كيرف. هون زي ما حكيت في عندي بلاتو، تمام،
حكينا قيمة البي 50 اللي هي تقريبا 2.8، هي مش يعني قيمة ثابتة، خلينا نحكي بين 2 3 3 ونص، يعني مش هل يعني المهم كميتها كثير قليلة. طيب بي نص نفسها بي 50 أكيد، يعني بي يعني هاي بيكون نص الإشباع. هون بيحكي لي كهو مايوجلوب كان اكستراكت الاكسجين عن طريق انه موجود في التشو، بيكون زي ما حكينا ضغط الاكسجين تقريبا 20، تمام. هاي بيدل انه عنده هاي افينيتي، تمام. وتقريبا بديش احكي لك يعني فولي، احنا حكينا تقريبا هو لازم يكون 90%، وينها هاي 90% ساتشورش، يعني هو تقريبا 100%. هسا بالنسبة للهيموغلوبين، تمام، لو بدي اقارن الهيموغلوبين بالمايوغلوبين، وحكيت لك انا نطلع هون البي 50 بتاعته تقريبا هاي 2 او يعني خلينا نحكي 2.8. طيب اما البي 50 في الهيموغلوبين تقريبا 26، وانا حكيت لكم العلاقة ما بين البي 50 والافينيتي عكسية، يعني هاي يعني مين البي 50 عنده اياها اقل اللي هي تاعت المايوغلوبين، اذا عنده الافينيتي اعلى، هاي بتكون عنده low affinity than hemoglobin. هنا بحكي لي انه هون بشكل عام بحكي لي انه في حالة الهيموغلوبين كيرف، تمام، هذا بنسميه في حالة المايوغلوبين حكينا hyperbolic، تمام، hyperbolic. اما في حالة الهيموغلوبين بنسميه sigmoid، يعني لو نطلع على شكله تقريبا بيشبه حرف الاس هيك، ليه هيك تقريبا، تمام. طيب شو اللي قصده بالموجود هون؟ بحكي لي انه اول اشي ارتباط الاكسجين تقريبا بطلع بكون هون، يعني ها يعني بصعوبة، تمام، فاول ما يرتبط تمام بسهل ارتباط الاشي تاني، هذا بمعنى الوستريك، تمام. الوستريك يعني ارتباط الاكسجين الاولى بسهل ارتباط الاكسجين الثاني بتسهل الثالث وهكذا، تمام. يعني ارتباط اول اشي كان عندها صعب، الثاني شوي اسهل، الثالث اسهل واسهل، الرابع اسهل واسهل، عشان هيك طلع بنزيد اكثر واكثر. فهمتوا علي كيف؟ هون بيحكي لي انه بالاول شيء بيكون عنديها قليله، بعدين ايش انكريز ان ساتوريشن، تمام، وهذا في حاله الكواترنر ستراكشر تاع الهيموغلوبين، تمام. كل ما زاد ضغط الاكسجين اكيد الافينيتي تاعت الهيموغلوبين بتزيد، لانه كميه الاو 2 بتزيد، تمام، فالاشياء بتسهل الاشياء الثانيه. زي ما حكينا اللنجز موجودة 100، ضغط الأكسجين التشو فيها 20، تمام. هسا في حالة إنه يكون في شو اسمه هيموغلوبين شود هاف هاي أفينيتي، أكيد لما يكون ضغط الأكسجين عالي لازم يكون عندي هاي أفينيتي اللي هي زي حالة اللنج، تمام، في حالة اللنجز، تمام، بتكون عندي لو أفينيتي في حالة اللو بريشر، تمام. احنا بالاصل حكينا كل ما زاد البريشر بتزيد الافينيتي، هاي increasing the PO2 الافينيتي تاعت الاكسجين بتزيد، زي ما حكينا عنده sigmoid shape، تمام، اللي هي S shape. هسا شو يعني sigmoid shape؟ اللي هو زي ما حكينا عنده الالوستريك اللي هو ارتباط الاول بيساعد بسهل ارتباط الثاني، تمام، او عنده الكوبريتيفيتي، الكوبريتيفيتي نفس الاشي، تمام. بشكل عام الكوبريتيفيتي بدي اقراها من هون، تمام، انه ارتباط الاكسجين في الهيموغلوبين كوبريتيفيتي، تمام، اللي هو عن طريق ايش السيجمويد، يعني تربط كلمه سيجمويدل، تمام، شيب اللي هو سيجمويدل كيرف تاع الهيموغلوبين بالالوستريك، تمام، بايش الكوبريتيفيتي، بصير في عندي كونفورميشنال تشينج، ايش اللي بتصير بالالوستريك، ما احنا حكينا الوستريك معناته ايش، بتغير من شكل لاخر، تمام، هذا الارتباط عفوا هذا التغير في الشكل، تمام، انه الكوبريتيفيتي عن طريق الكوبريتيفيتي بصير. طيب هسه هون بدي ارجع اقرا هون بعدين اكمل، تمام. حكينا انه البي 50 تاعته تقريبا 26، فوق قديش حكينا، ممكن تكون 27، ممكن تنزل ل 25، يعني هي بالاول على اخرها بدها تكون ايش كرنج، تمام. طيب نرجع هون قرانا اول نقطتين، هون بيحكي لي انه ارتباط الاكسجين، تمام، يؤدي الى تكسر السولت بريدج اللي هي الايونيك، خلينا نحكي الايونيك، وممكن ايش الهيدروجين بوند. طيب عشان انه ما احنا حكينا ارتباط الاكسجين الاولى،
تمام بسهل ارتباط الاكسجين الثاني، كيف؟ اللي هو الكوبريتيفيتي، عن طريق انه ايش شكله بيتغير. طيب هسا احنا بنعرف لما يتغير من شكل لثاني تمام لازم يصير في عندي يعني حركه سلسه، يعني حركه اسهل تمام. نيجي نفهمه هون، احنا بالعادي عندنا خلينا نحكي زي ما حكينا هاي الرابطه هي هيدروفوبيك تمام، هيدروفوبيك انتراكشن تمام. اما هاي الرابطه لتكون ايش ايونيك او هيدروجين بوند تمام. هسه لما يجي يرتبط الاكسجين، عفوا لما يجي يرتبط الهيموغلوبين مع الاكسجين، عدد السولت بريدج هاي بدها تقل تمام، عشان ايش يقدر يتحول من شكل لثاني. هاي بحكي لهم بايندينج بيرس اوكسجين بريك سام سولت بريدج، سام مش كلهم، هاي كثير مهمه الكلمه، عشان ايش عشان ايش يزيد الافينيتي وانه يسهل ارتباط الاشي الثاني وهكذا. هو حكينا سيجمويد تمام، هون بيحكي لي في حاله الدي اوكسي هيموغلوبين يعني بكون ايش الافينيتي بتاعته قليله، لما يجي يرتبط الاكسجين الافينيتي بتاعته الثاني بيزيد عن طريق انه يكسر ايش الروابط الموجوده بتوين دايمرز تمام. هسه شو يعني الستريك بروتين؟ حكينا بيتغير من شكل لاخر تمام، عن طريق انه بيتغير من تي ستيت تمام لار ستيت. هسه بدنا نعرف شو يعني تي ستيت وار ستيت، واحنا حكينا الالوستريك لازم يكون عنده مور ذان 1 سب يونت تمام، لازم يكون بيناتهم هيدروفوبيك انتر اكشن تمام بتوين الفا اند بيتا سب يونت. طيب هسا شو هي الرابطه شو بصير فيهم؟ ولا راح يصير عليهم اشي صح. احنا هون شفنا انه الرابط الهيدروفوبيك هاي ولا صار اشي عليها هون حرفيا ولا اشي صار. وين التاثير صار؟ صار على الروابط بتوين دايمرز اللي هي الهيدروجين والايونيك. هون بحكي لي هيدروفوبيك انتر اكشن بتوين الفا اند بيتا سب يونت مش راح تتاثر تمام. اما الانتر اكشن بتوين دايمرز اللي هي الهيدروجين بوند والايونيك تمام راح ايش تقل. هون نيجي على تي فورم والار فورم. تي فورم معناها تاو تمام اور تايت. طيب يعني بشكل عام التاوت يعني بيكون في حاله الدي اوكسي اللي هي هاي الحالة، خلينا نحكي هاي. طيب بيكون عندي يعني مش مرتبط الأكسجين، بيكون عندي السولت بريدج أكثر تمام، و بتكون الحركة أصعب زي ما حكينا لأنه ما صار في عندي تكسير للروابط تمام، عندي روابط أكثر بتكون الحركة صعبة وهكذا، بتكون عندي لو أكسجين أفينيتي. يعني يعني حرفيا هذا يعني الشيء صح طويل، بس والله اغلب المعلومات يعني كلها مكرره. فهم عليك؟ الار عكسه بيكون ريلاكس، ار من ريلاكس والتي حكينا من تاوت تمام، بيكون اوكسجينيتد تمام، بتكسر في عندي بعض الروابط الهيدروجينيه والايونيه، عشان هيك عندي ايش حركه اسهل تمام. More freedom of movement، نفس الشيء some interaction between dimers is broken to these increase the ability for O2 binding يعني بتزيد الافينيتي تمام. هو بيحكي انه ارتباط الاكسجين مالوش دخل بالافينيتي، الافينيتي لها دخل بالايش يعني حسب البيئه، او خلينا نحكي يعني زي ما هون حكينا انه في حاله التي تمام تي فورم هذا نيتشر تاعت البروتين تكون عند الافينيتي اقل. طيب اما في حاله الار فورم هي نيتشر تاعت البروتين انه هي بيكون ريلاكس يعني بيكون اكسجينيتد تمام، بيكون هيك الافينتي اعلى. كيف هذا السويتش بتوين التي لار بيصير؟ عن طريق ايش؟ عندي تو ثيوريز، بس قبل ما احكي عن الثيوريز اللي هم عندهم هم سيكوينشال وان كونسنتريتد تبع تحتهم. طيب هون شو بده يصير بالاصل في حاله التي؟ بنلاحظ هون في عندي شغلة، أنا لما أطلع على الجهة هاي طيب بدي أشوف تقريبا في هاي، أطلع على هاي بلاقي تقريبا في عندي زي هيك في عندي الميلان هذا صح؟ أما لما أطلع في حالة الار فورم بطلع بلاقي خط هوريزنتال يعني ما في عندي ميلان. هاي الزاوية تقريبا إنها بتعملها تقريبا هي زاوية 15. طيب في عندي هون برضو ايش مسافة اللي هي فور عندي 4×10 ضرب 10 قوة عفوا تكون انجستروم اللي هي قيمتها هيك 4×10 ضرب 10 قوة سالب 10 تمام. هون طلع المسافة زيرو. طيب هون شو الفرق يعني ليش هيك صار تمام؟
here we can see the center of iron. هون بنعرف انه الايرون بيرتبط مع ايش؟ 4 نيتروجين اتومز الموجود جوا ايش؟ البايرون البورفورين رينج، تمام؟ بكون مرتبط مع اكسجين ومرتبط مع ايش؟ البروكسيمال هيستيدين. طيب هون بحكي لي انه بالليفت بيكتشر بكون هون عندي دي اوكسي هيموجلوبين، تمام؟ انه بنلاحظ انه الهيستيدين، تمام؟ الهيستيدين هاي ساحب الايرون شوي لتحت، يعني طلع هون لو بدنا نلاحظ اللي بدي احطه باللون الاسود هذا الايرون، عفوا هاي الايرون طلع هاي باللون الاسود طلع مايل لتحت شوي باتجاه الهيستيدين، اما في حاله الاكسجينات تطلع الاكسجين طلعت فوق. طيب نكمل هون انه الهيستيدين ساحب الايرون باتجاهها، تمام؟ لانه بصير عندي الانتر، يعني كل ما يصير في عندي انتر اكشن بتسحب الهيستيدين باتجاه الايرون. هسه في حال استمر عندي الاكسجينيتد بالعكس، الايرون راح يطلع لفوق، الهيستيدين راح تطلع لفوق، الامينو اسيد الموجودين جوا الهيستيدين راح تطلع لفوق، كل شيء موجود بحاله الاكسجينيتد راح يطلع لفوق. عشان هيك احنا لما نشوف يعني شيء زي هيك شده، تمام؟ راح يصير زي هيك. عشان هيك بالضبط الهيستيدين طلع لفوق، عشان هيك هاي بدها تشد، هاي بدها تشد لفوق وراح تتحول لايش؟ لخط هوريزونتال. في عندي بكون سلايت بنت، تمام؟ وفين راح تعطيني زاوية 4/10 انجسترون. في عندي بنت ستراكشرال هون زي ما حكي لما يرتبط الاكسجين راح يصير عندي الزاوية صفر، تمام؟ والبروكسيمال هيستيدين راح تطلع لفوق، هاي بول دايركت توورد ات، كل الامينو اسيد راح تطلع لفوق، راح يتغير في شكل بولي بيبتايد، تمام؟ وهذا الاختلاف اللي بصير بشكل عام. بس بدي ارجع الخصهم على السريع، تمام؟ هون في حاله التي فورم اللي هي الاكسجينيتد، تمام؟ الدي اكسجينيتد عفوا، بتكون الايرون مسحوب لتحت باتجاه الهيستيدين، هون بتصنعني هاي المسافة اللي هي 4/10 × 10^10 وبتكون هاي تقريبا الزاوية 15. لما يجي الأكسجين يرتبط بده يسحب الأيرون لفوق، بده يسحب الهيستيدين لفوق، بما إنه هاي المسافة اللي كانت هون طلع كانت 4/10، فصار إيش؟ صفر، اللي هي المسافة يعني لو نيجيها هيك كانت. أنا بدي أحسب المسافة هاي كانت 4/10، فهون ايش اللي فحر كان خط مستقيم راح يصير صفر والزاويه صفر، تمام؟ هذا التغير اللي صار، تمام؟ صح انه صار في عندي اختلاف صغير انه الزاويه كانت 15 صارت صفر، وانه كان يعني شوي مايل صار هوريزونتال، بس انه بتتغير الافينيتي بشكل يعني شيء مش معقول، تمام؟ زي ما نشوف هون هي دي اكسجينيتد كان شوي مايل صار بعدين خط مستقيم، زي ما بنشوف كان هيك كان عامل زاوية تقريبا 15%. هسه ممكن يجيب لي سؤال الدي اكسجينيتد كيف شكله؟ شكله زي الدوم شيب، تمام؟ اما في حالة الاكسجينيتد بيكون ايش؟ لينير. بدنا نشوف هون في كان عندي ميلان، هي هيك كان صار ايش؟ خط مستقيم. هون نفس الاشي، نفس الحكي بالضبط. هون بحكي لي انه كانت الزاوية، تمام؟ انه كل ما كانت الانتراكشن اللي هي اللي هي خاصة الهيدروجين بوند والايونيك اقل، تمام؟ هذا بصير الروتيشن انه يتغير بسهولة، انه بتصير حركته اسهل، وانه بصير كونفورميشنال تشينج اسهل، تمام؟ حال زادت هاي الانتراكشن، تمام؟ راح تعمل الروتيشن اصعب. ايش منطق؟ هون في عندي تو يعني نظريتين انه بيتغير من تي ستيت لار ستيت او العكس، وبيكون بيناتهم اكويليبريم. اللي هي اول نوع اللي هي سيكوينشال موديل، اللي هو ارتباط الاول بسهل ارتباط الثاني، تمام؟ يعني اشي اول اشي بسهل ارتباط الثاني، ثاني ارتباطه بسهل ارتباط الثالث، الثالث لما يرتبط راح يسهل الرابع، الثاني راح نسمي من اسمه سيكوينشال يعني من سلسله. النظرية الثانية اللي هي كونسيرتد، تمام؟ اللي هي يعني من اسمها برضو اللي هي من
كنت نسيت المصطلح، بس انه بمعنى انه لما يرتبط اول واحد راح يسهل ارتباط الثاني، بس ما في انه على شكل سلسله. هاي هون بحكي لي انه سبيونات راح تتغير من تي ست لار ست دايركتلي ات ذا سيم تايم. فهمتوا علي كيف؟ عن طريق ايش؟ الانفايرمنت كونديشن. نرجع للسيكوينشال موديل، تمام، انه هو الارتباط الاول بيسهل الارتباط الثاني. الفيرست هيم راح يغير انه في الشكل كونفورميشنال تشينج، تمام، راح يسهل الارتباط الثاني. سكند سبيونت انه تكون عندها هاي افينيتي، وهكذا راح تكون ايش؟ يعني شكل سلسله، تمام، يكون بيناتهم كلياتهم ايكوليبريم ستيت. طيب حكينا الكونسيرتد موديل بتغير بشكل بالشكل مره واحده. هسه في حال بيحكي هون في حال وجود ال يعني لما يكون البريشر تاع الاوتو يعني كثير عالي، راح يتغير يعني راح يتغير كلياته من تي ستيت لار ستيت، تمام، يعني حسب سواء كان شو اسمه كونسيرتد اور سيكوينشال ستيت، تمام، بشكل عام. اما اذا كان عندي ضغط الاكسجين قليل راح يتحول من ار ستيت لتي ستيت. كلياتهم حكينا لازم يكون عندهم ايكوليبريم. هون بيحكي لك انه الهيموغلوبين، انه يعني لما العلماء درسوا شكل هذا الهيموغلوبين عرفوا انه هذا الستركتشر اللي هو الكواترنر ستركتشر تاع الهيموغلوبين انه بتكافئ مع البوث مودلز اللي هم الكونسيرتد والسيكوينشال حسب البي اتش والاوتو والسي اوتو، يعني ممكن يكون هيك وممكن يكون هيك وممكن يكون اكس والى اخره. تمام، يعطيكم العافيه، وان شاء الله راحين نكمل في الجزء الثاني من عفوا اللي هي تكمله الفيديوهات. السلام عليكم، ان شاء الله في الفيديو هذا بنكمل في ماده البيوكيمستري في موضوع تكمله للهيموغلوبين. بدنا ندرس في الفيديو هذا الامراض اللي بتصير في الهيموغلوبين، تمام، بس كبدايه بدنا ندرس شو انواع الجينات الموجوده بالهيموغلوبين. هسه في عندنا اكثر من نوع، الفا وبيتا وجاما ودلتا، اكثر من نوع. هسه بدنا نحكي اول شيء عن الفا جين، تمام هو بيكون هذا الالفا جين موجود على الكروموسوم رقم 16، تمام. طيب هذا الكروموسوم رقم 16 انتو 2 جينز فور الفا جلوبين، تمام، يعني باخذ من كروموسوم رقم 16 واحد من الأب واحد من الأم، تمام، اللي هو الألفا جين. في عندي جينات ثانية زي هذا، هو يعني هاي عندي كروموسوم رقم 16، في عندي 2 ألفا وعندي كمان واحد اللي هو أتوقع اللي هو زد، تمام. هسا البيتا جين فاميلي، تمام، موجود عند كروموسوم رقم 11. هذا الكروموسوم رقم 11 شو في عنده؟ عنده سينجل جين، تمام، اللي هو للبيتا، وايش كمان عنده؟ 2 جاما وواحد دلتا. طيب هسه بدنا نعرف شغله، هسه كل سينجل جين، تمام، مسؤول عنه 2 اليلز و2 سايت، تمام، يعني هسه لما نحكي عن كروموسوم رقم 16 حكينا عنده 2 جينز فور الفا جلوبين، تمام، يعني عندي 4 اليلز و4 سايتس، هذول اللي بيعطوني ايش؟ ال 2 الفا جلوبين، تمام. طيب هسه بالنسبه للبيتا عند كروموسوم رقم 11 عندي حكينا بس واحد سنجل جين فور بيتا جلوبين، شو يعني المسؤولين عنه 2 اليلز و2 سايت، تمام. زي ما حكينا عندي 2 جاما نفس الشيء، 2 جاما نفس الشيء، عندي 4 اليلز و4 سايت وسنجل دلتا جين اللي هم هون. هسه بنشوف اي كروموسوم رقم 11 عنده واحد ابسيلون، يعني مش مهم، وتو جاما راح ندرسه، والدلتا حتى مش مهم، وعنده واحد بيتا، تمام. يعني بنبلش اول شيء بالامبريونو الفا 2 ابسيلون 2، بعدين فيتال اللي هي الفا 2 جاما 2، والماينر ادلت اللي هي الفا 2 دلتا 2 مش مهم، والميجر ادلت اللي هو راح نقارن كل شيء فيه اللي هو الفا 2 بيتا 2، تمام. يعني هالاشياء مش للحفظ او للهيك، بس يعني ناخذ عنهم فكره. طيب هون نحكي انه الهيموغلوبين ممكن في عنده الفا جاما بيتا ودلتا،
وهدول يعني بيظهروا في الهيموجلوبين حسب ايش موقع الجين. زي ما حكينا الكروموسوم رقم 16 عنده الفا جين فاميلي اللي هي اللي بتعمل الفا سب يونس اللي هي نفسها الفا جلوبيولانس، تمام؟ زي ما حكينا عندها 2 جينز يعني 4 سايتس و 4 اليلز، تمام؟ كل جين عنده 2 اليلز، تمام؟ والاثنين بيقدر يظهروا عن طريق ايش؟ ال 2 سايتس اللي ايش؟ اللي بيعطوني هذا البروتين. هسا لما حكيني هاو ماني جينز، تمام؟ عشان يعطيني الفا سب يونس اللي هو 2 زي ما حكينا اللي هو على الكروموسوم رقم ايه 16. طيب هاو ماني سايتس او هاو ماني اليلز، نحكي 4 اليلز او عفوا 4 اليلز اند 4 سايتس. طيب وحكينا الكروموسوم رقم 11 عنده 2 سايتس و 2 اليلز للبيتا، تمام؟ وزي ما حكينا للدلتا اللي هي بتيجي شكلها زي مش عارف زي دائرة هيك، اللي هي هاي وينها؟ هاي، تمام؟ شارك في الرسم ما علينا. عندها 2، اما بالنسبة للجاما عندها 4 اليز اند 4 سايز. طيب هسه بحكي له ان الامراض تاعون اللي بيصيبوا الهيموجلوبين هل هم خطيرين؟ يعني بشكل يعني اكيد يس، الجواب يس. هون مش مجاوب ما بعرف ليش، بس بشكل عام هو بحكي لي انه في سعودي أرابيا يعني بشكل عام عندهم هاي النسبة من الأمراض يعني بتصل ل10%، تمام؟ شو سببها؟ اللي هو الزواج القارب، تمام؟ طيب هسه هون بحكي لي الأمراض اللي بتصيب الهيموجلوبين إنه هم the most common genetic disease group، تمام؟ في العالم اللي هي بيكون منها 5% بيكون من الناس إيش؟ حاملين لهاي الامراض، تمام؟ اذا بدنا نعرف انه هم موست كومن جينيتك ديزيز، تمام؟ اللي هي امراض جينيه، تمام؟ وبكون نسبه الناس في العالم ايش 5% حاملين. شو يعني حامل؟ يعني راح نمر على مصطلح اسمه تريت، تمام؟ يعني نفرض انه جي كابيتال جي سمول انه بيكون هيتيرو يعني بيكون ايش مختلف، تمام؟ بس بحال كان كاريرز يعني بيكونش انه هو تظهر عليه اعراض المرض، بس ممكن ايش ينقلوا يعني مثلا واحد حامل للمرض، تمام؟ كاريرز، تمام؟ صارت يعني صار تزاوج مع واحدة عندها برضو ايش حاملة للمرض، يعني هذا يعني طبيعي، تمام؟ وهي طبيعية، تمام؟ بس هدول ما عندهم امراض، ما عفوا اعراض، ما عندهم اي شيء، تمام؟ بس في حال ايش صار عندهم تزاوج ممكن يعطوني ايش اللي هو الجي سمول، جي سمول اللي هو ايش المرض. فهمتوا علي كيف؟ هاي يعني المصطلح انه ممكن يكونوا خطيرين، انه هي امراض خطيرة، او يعني بشكل عام انها بتنتشر ايش نسبتها 300 ألف، تمام؟ بولد كل سنة 300 ألف واحد بيكونوا ايش عندهم هاي الامراض. طيب الأمراض الوراثية للهيموغلوبين، الأمراض الهيموغلوبين ممكن تكون كواليتاتيف وممكن تكون كوانتيتاتيف. كواليتاتيف يعني ممكن تكون يعني مش حسب اللي هي، خلينا نحكي النوعية، تمام؟ النوعية. الكوانتيتاتيف حسب الكمية اللي هي النمبرز، تمام؟ لما نحكي كواليتاتيف إلها دخل بالفنكشن تعون البروتينز، تمام؟ يعني ممكن تكون عندي طفرات بتسبب ايش الاستراكشر، يعني بتاثر على الاستراكشر، واحنا بنعرف انه اذا تغير الشكل بتغير الوظيفه، تمام؟ بصير عندي تشينج ان استراكشر وايش تشينج ان فانكشن، تمام؟ هسه كيف شكل البروتين بيختلف؟ عن طريق اني ايش اغير في ايش شكل الامينو اسيد. هسه الكوانتيتاتيف الكميه ممكن تكون عندي سنجل بوينت ميوتيشن، تمام؟ سنجل بوينت ميوتيشن اللي هي الطفرات اللي بتصيب سنجل نيوكليوتايد، تمام؟ يعني احنا بنعرف عندي اربع انواع من ال يعني اربع انواع من النيوكليوتايد اللي هي A والتي ادي والجوانين وايش والسي، تمام؟ يعني بتصيب واحد منهم او بتصير عندي طفره اني ايش اشيل واحد من الامينو اسيد اللي هي يعني طفره حذف.
هون هاي هدول لما اني تصير عندي طفرة سنجل بوينت ميوتيشن اور طفرة، ان طفرة الحذف تمام، هذا ايش بغير كمية، اهم كم انه فيها انها كمية تختلف في الالفا والبيتا سب يونت تمام. هسه في واحد منهم قل تمام، الثاني راح يزيد. يعني مثلا احنا حكينا الادلت نورمال الفا 2 بيتا 2 تمام، في حال قل عندي الالفا راح يصير ايش الفا 1 بيتا 3، بيتا 3 عفوا تمام. في عندي مصطلح اسمه هيريديتي بيرسيستنس اوف فيت الهيموجلوبين تمام، اللي هي يعني بتلخص بكلمة اتش بي، اللي هي اتش من هيريديتي وراثي تمام، بي من بيرسيستنس تمام، اف اللي هي فيتال، والاتش الهيموجلوبين تمام. انه ايش بيحكي له هون، انه الجابا ما بقدر احولها لبيتا تمام، يعني بشكل عام راح يضل عندي يا الجاما اللي هي الفا 2 جاما 2 تمام، او يعني مش شرط انه يضل الفا 2، بس بشكل عام احنا لما يكون جنين تمام مع الوقت راح يتحول لالفا 2 بيتا 2 تمام. يعني ما يعني هاي النورمال، وهاي ايش لما يكون جنين تمام، بس بهاي شو اسمه المرض هذا ما بتحول الجاما 2 لبيتا 2، فبيضلوا ايش الفا 2 جاما 2 تمام. الكواليتاتيف، نبلش هسه بالكواليتاتيف، من اهم الامثله او من اهم الامراض اللي بتصير من نوع الكواليتاتيف، اللي هي سايكل سيل هيموجلوبين اللي بنسميه اتش بي اس تمام. اس يعني من سايكل تمام. بتكون ايش نوع الطفره، سنجل بوينت ميوتيشن زي ما حكينا، ايش بتصيب على سنجل نيوكليوتايد تمام زي بنشوف هون. طيب هسه شو سبب هاي الطفره، انه على الامينو اسيد رقم 6 تمام 4 5 6 بتحول الجلوتاميت تمام لفالين. هسه بنعرف انه الجلوتاميت هو عباره عن نيجاتيف امينو اسيد، يعني شحنته سالبه، والفالين ايش شحنته، هو انشارج يعني زيرو. فانتم بتلاحظ يعني ملاحظين الفرق لما احول من امينو اسيد مشحون لغير مشحون، هون راح يصير عندي اجريجيشن، لذلك هسه راح نجيهم. بس زي ما بنشوف هون كان عندي جي اي اي تمام، بدل جي اي اي شو صار عندي جي اي يو تمام. هون بحكي لي انه بشكل عام انه الجلوتامات مشحون شحنه سالبه، بصير عندي تنافر تمام، وين التنافر تمام، ولما تصير عندي الفالين اللي هو غير مشحون بصير التصاق. يعني لما يكون عندي مثلا خلينا نفترض هاي هو تمام، وهي عندي الجلوتامات تمام تمام، وهي الجلوتامات الثاني تمام، هاي ناقص وهي ناقص، راح يتنافروا راح يبعدون بعض. يعني في حال، بس في حال ضفت عندي فالين تمام عادي، هذا صفر شحنته وهذا شحنته ايش زيرو تمام، فعادي يعني ما راح يصير تنافر، راح ايش يتجمعوا فوق بعض، يصير في عندي تجمع تمام. في هذا النوع السايكل بنسميه، كنا نسميه الفا 2 بيتا 2، هذا الطبيعي، بس بدل بيتا 2 بحط بي اس اللي هي ايش الاس دلاله عن ايش سايكل تمام، بنسميه اتش بي اس. واس زي ما حكينا اللي هي سايكل شيب اللي هو زي المنجلي تمام، بصير في عندي تجمعات، وبصير في عندي يعني في عندي لو اكسجين تنشن تمام، بكون في ضغط الاكسجين اقل من 40 تمام، بما عندي ايش ديفورميشن اوف ذا ريد بلاد سيل اللي هي تكسر في الدم تمام. هون بيحكي لي انه كل ما يصير عندي ديناتشوريشن يعني تكسر تمام او تفكك، خلينا نحكي هون بصير عندي تجمع، اشي طبيعي لما اشي خلينا نحكي دائره فيها ثلاث مثلثات تمام، هاي لما تتفكك راح تعطيني ثلاث مثلثات ايش ما دي بيتجمعوا فوق بعض، يعني اشي طبيعي تمام. يعني اي اشي بصير عندي ديناتشوريشن لازم يصير في عندي اجريجيشن، بس مش شرط انه يصير عندي اجريجيشن تمام يصير عندي ديناتشوريشن. يعني هاي الاشياء مش مهمة كثير يعني، بس ما بعرف كأنه الدكتور حكاها في المحاضرة. اكيد مساحة اني استقبال او انه بشكل عام ضغط الاكسجين حكينا راح يقل،
ايش التي فورم فور هيموجلوبين راح يزيد. التي فورم زي ما بنعرف انه ايش ضغط الاكسجين ايش او بشكل عام اللي هو كميه الاكسجين بتكون قليله لما التي فورم والار فورم تمام بشكل عام. يعني في هذه الحاله راح يكون كميه الاكسجين قليله. شو يعني الافينيتي اقل؟ يعني راح يكون عندي يا تي فور يعني الافينيتي راح تقل تمام. هون زي ما حكينا راح يصير عندي اجريجيشن يعني راح يلتصقوا مع بعض، راح يصير في عندي صعوبه في الحركه. ليش؟ لانه راح يصير لس سوليوبيليتي تمام، راح تزيد الستابيليتي اكيد، يعني اشي فوق اشي راح تصير ايش ريجيد وصلب اكثر. بصير عندي تي فورم اللي هي دي اوكسجينيتد هيموجلوبين اللي هي بتكون الافينيتي اقل تمام، بيكون كميه التي فورم اكثر من الار فورم تمام، اللي هي الار فورم بيكون ايش اوكسجينيتد تمام. هون زي ما هون بيوريني انه لما يكون اكسجين هيموجلوبين للادلتس تمام بيكون عندي الفا 2 بيتا 2 عادي ولما يكون في عندي اوكسي هيموجلوبين للسايكل طلعوا فيه هون طعجه هاي تمام، لما يصير في عندي دي اوكسي راح يزيد الطعجات، هاي الطعجات ايش راح يصير عندي اياها تراكمات فوق بعض، يعني هاي لما اجيب واحد ثاني تمام راح يعني افهمك وياها بشكل عام. هاي في عندي هاي تمام، هاي الفراغ هذا، لما اجيب هيموجلوبين ثاني راح يكون عنده نفس الاستراكشر تمام، نعتبر انه اجى هيموجلوبين عنده هاي الاستراكشر تمام، راح يجي يلتصق هون اللي عنده اياها تمام. هي هاي فكره يعني راح يصير عندي هون اجريجيشن بشكل عام عن طريق هاي، انه بيجي واحد ثاني افهمك اياها بطريقه يعني افهم تمام، عن طريق الفراغ هذا بيجي واحد ثاني عنده نفس هذا الشكل تمام، اللي هسه بدي احطه باللون الازرق تمام، عنده واحد ثاني عنده نفس هذا الشكل بيجي بيلتصق هون، بصير عندي اجريجيشن. ما بعرف اذا فهمتوا بس يعني بشكل عام اذا في عندي في السايكل بصير عندي اجريجيشن تمام، زي ما حكينا بصير عندي مور اجريجيشن تمام، انه بتجمع بتقلل السوليبيليتي، انه بتصير الحركة اصعب وبصير الشكل ايش سايكل تمام. بيكون يعني ليش بنسمينا انه سايكل سيل؟ لانه راح تاخذ شكل السايكل تمام. بتكون شو يعني نارور التيب اند برودر ان ذا ميدل؟ يعني نفس هاي الرسمه هاي، يعني بده يكون نحيف تمام بالاطراف وبالنص بيكون ايش واسع. معلومات مش مهمة يعني مش ما بعرف بتكون هيك في النص. هذا هو يعني ممكن يجيب لي سؤال يوصف لي شكل السايكل بس أنا بستبعده بشكل عام. هسا بالشكل الطبيعي للريد بلاد سيل تمام بتكون إنه الفانكشن تاعتها أسهل، بتنتقل عن بتون الكابيلاريز أسرع، بيكون مرن أكثر وكلياته بيكون الهوموجينوس ميكسجر تمام، بيكون سوليبل بشكل عام. هذا يعني هاي خصائص النورمال بلاد سيل تمام، اللي هي مش سايكل سفيريكال تمام، وبتزيد اللزوجة تمام اللي هي عن طريق اللي هي الفانكشن تعاون البلازما بروتين تمام، انه بتزيد ايش اللزوجة. اهم اشي اتسيرتن ليمت، يعني مش انه بتزيدها كتير تمام، يعني زي ما اخذنا مثال الالبيومن تمام، الالبيومن هذا انا ما بعطيه سكر عشان ايش ما ازيد اللزوجه كثير تمام، فانا بعطي لزوجه حسب حدود اتليمتس تمام. التجمع هذا راح يخرب هاي المرونه تمام، وما يعني it will clot in the capillaries، راح يعني يصير في عندي clot في جوا الكابيلاريز. و يعني بشكل عام اللي هي خصائص اللي هي الشاب الاصلي او خلينا نحكي الشاب اللي بتكون موجود عليه الريد بلاد سيلز تمام، يعني عكس الموجود عليه ايش السايكل سيلز تمام. هناك حكينا انه بتكون سكويز ثرو كابيلاريز، اما سايكل سيلز كانت سكويز ثرو كابيلاريز تمام، بصير عندي ايش انه هايبوكسيا تمام، يعني انه بقلل الاكسجين.
انه بيحكي لي انه كلوجينج يعني معناها زي يعني انسداد، تمام؟ انه لما يكون عندي انسداد لفتره طويله، تمام، بصير عندي ايش؟ اورجان دامج زي مثل الكيدنيز والهارت واللنجز، بصير في عندي وجع كبير، و انه بصير اخذ مورفين اكثر، تمام، بصير عندي ايش؟ ادمان، اديكيشن معناها ادمان، تمام، بصير اني اخذ الدراجز زي الواحد بالمن. هسه كيف بدي اعرف انه واحد عنده سايكلز الانيميا؟ عن طريق الجيل الكتروفوريسيس، تمام، انه السايكل حكينا انه هي اجريجيشن، في فهي كسايز اكبر، تمام، واحنا بنعرف الجيل الكتروفوريسيس السايز اكبر اللي عنده حجم اكبر بيمشي ايش؟ ابطا، تمام، بيكون هو وبما انه هو يعني احنا بنعرف انه بالجيل الكتروفوريسيس، تمام، بيمشي من الناقص للموجب، تمام. هسه عن طريق ايش؟ انه بصير عندي تجاذب، تمام، بس بما انه الهيموجلوبين، تمام، اس، حكينا بنحول الجلوتاميد لفالين، الجلوتاميد هو نيجاتيف، فانا خسرت ايش؟ نيجاتيف، طب بصير عندي قوة التجاذب ايش؟ اقل، تمام، وكمان ايش؟ السايز تاعه اكبر، تمام. كاريرز حكينا اللي هي تريد عنده تو كوبيز اللي هي A و S، يعني عنده اتش بي A اند اتش بي S، هذا بيكون كاريرز، تمام، بيكون عنده ايش؟ شكل طبيعي، يعني بشكل عام اي اشي تمام، يعني اشي زي ما حكينا كارير، تمام، يعني بيكون حامل للمرض اي اس، تمام، بيكون هو خلص طبيعي، تمام، بس ممكن يورث هذا الاس ايش؟ لاولاده في حال تزوج واحدة عندها نفس الاشي حامل للمرض، تمام. بحكي لي انه هون 1 كوبي اوف بشكل انه الهيموجلوبين الاي اللي حكيناهم الفا 2 وبيتا 2، تمام، انه كافي ايش؟ انه يكون نورمال، تمام. هسه هم الكاريز اللي هم نفسهم الهيتيروزايجوتس، تمام، بيكونوا نورمال، تمام، بس في حال اني عرضتهم لاشياء يعني ستريسفول انه اقل لهم مثلا اللو اكسجين، تمام، بتبين عنده الاعراض، اعراض السايكل، تمام، اللي هي ستريسفول سيتويشن حكينا اللي هي زي الاكسرسايز والفيفر اللي هي زي الالتهابات، بكون عندي ايش؟ لو اكسجين، تمام، هاي ريديوس اكسجين كارين كاباسيتي، الاعراض طعون الديزيز راح تظهر وراح تزيد. ايش الاشياء اللي بتزيد السايكلينج، تمام، للناس اللي عندهم كاريرز، تمام، اللي هي اني اقلل ضغط الاكسجين زي الناس اللي عندهم هاي التيتيود والناس اللي بيقوم بالاكسرسايز وكمان الفيفر، تمام، واني ازيد هسه دائما اذا قللت ضغط الاكسجين ضغط السي او 2 راح يزيد، تمام، يعني اني عرضت لواحد بي سي او 2 عالي البريشر تاع الاكسجين راح يقل، تمام، هذول الاثنين نفس الشيء، ودائما بربط البي لما ازيد عندي سي او 2 البي اش راح تقل لانه حمضي، تمام، و 2 3 اللي هي بي بي جي اللي هي بز فوسفوجليسرول، تمام، راح ناخذه بالميتابوليزم، هذا عباره عن اسيد، تمام، فهو اذا زدت الحموضه، تمام، راح تقل البي اتش، وكذلك الامر اذا زدت البي سي او 2 راح تزيد راح تقل البي اتش وراح يكون ايش؟ مور اسيدك، تمام. هسه بشكل عام اللي هي النورمال لايف لايف تايم تاع الريد بلاد سيل 120، طيب لما يكون في عندي سايكل سيل راح ايش تنزل لاقل من 20، تمام. الناس اللي عندهم السايكل سيل انيميا، تمام، راح يقاوموا اللي هي شيء اسمه بلازموديوم فالكيبارم، هاي البلازموديوم فالكيبارم، تمام، اللي هي بتسبب لي مرض الملاريا، تمام، هي بتكون مايكرو اورجانيزم، تمام، اللي هي بتثبط اللي هي خلينا نحكي اللي هي بتقلل الريد بلاد سيل، تمام، وبتعيش كميه اكبر من ايش؟ السايكل سيل، يعني السايكل سيل حكينا 20 يوم، تمام، او حتى اقل من 20 يوم، فهاي البلازموديوم فالكيبارون بتعيش اكثر من السايكل ريد بلاد سيل. بحكي لانه بشكل عام في العالم انه في كمية كثير من الناس ايش اللي بيعيشوا بسايكل سيل انيميا، مش اشي مهم يعني.
هسه خلصنا السايكل سيل انيميا اللي هي ايش؟ الاول نوع من اللي بتاثر بالفانكشن تاعون البروتين، تمام. هسه نيجي على نوع ثاني اللي هو الهيموجلوبين سي، تمام. نفس الاشي هون بصير في عندي في البيتا جلوبين، انا ما بعرف اذا حكيتها ولا لا، الهيموجلوبين سايكل سيل انيميا، تمام. بصير بالبيتا جلوبين، تمام، بصير عندي استبدال نفس الاشي جلوتامات، بس هذا الاشي مشحون زي اللايسين، هذا نيجاتيف وهذا موجب، فايش الاعراض راح تكون اقل من سايكل سيل انيميا، تمام. هناك كنا نسميه الفا 2 بيتا 2، بيتا 2 اللي هي ايش؟ الهيموجلوبين ايه، تمام. اما في الادلت هذا بده يكون الفا 2 بيتا 2، تمام. اما للسي من اسمه، والسايكل سيل بدل سي بنحط اس، نفس الهيموجلوبين اس، تمام. نفس الاشي انه بيكون نفس السبب، سينجل بوينت ميوتيشن، بصير ايش؟ سينجل نيوكليوتايد، بصير الموقع السادس للجلوتاميت، اني ببدل هالفالين لايش؟ اللي هو الهيموجلوبين اس بالضبط، تكون الهيموجلوبين اس. مين الاكثر خطورة، السايكل سيل ولا السي؟ اكيد السي، الاس عفوا، الهيموجلوبين اس. ليش؟ لانه حكينا بدلنا من اشي مشحون لاشي مش مشحون. ريبلشن زي ما حكينا، there will still be ريبلشن between hemoglobins اللي هو باللوع سي، تمام. it's more bad effects، تمام. بالهيموجلوبين اس بصير عندي ريبلشن لانه ايش؟ هو مشحون. the capacity effects بالضبط زي ما حكينا انه هو اقل من الهيموجلوبين سي، بكون نسبة الاكسجين اقل من الهيموجلوبين ايه، تمام. كان بي كارير هون زي ما حكينا، نفس يعني اللي فاهم الهيموجلوبين سايكل راح يفهم الهيموجلوبين سي، يعني نفس الشيء. ممكن يكون في عندي كارير، تمام، واحد يكون عندي طبيعي، تمام، والثاني بيصير في عندي الميوتيشن، وهو نفس الشيء للسوليبل، لانه في بصير عندي شويه اجريجيشن، يعني مش انه اجريجيشن كثير، لا بيكون في عندي شويه، فبيكون ايش؟ للسوليبل، تمام. هاي بصير في عندي كريستلايز في الريد بلاست سيل، تمام، بكون عندي ديستركشن او شكل الريد بلاست سيل بيخرب، ممكن يكون كارير، ممكن يكون كمرض، بسبب لي ماينر هيمولايتيك ديس اوردر، تمام. هي بتكون مايلد، تمام، مايلد هيمولايتيك ديس اوردر، تمام. هسه ممكن ناس يكون عندهم هيموجلوبين سي وذ سايكل، هذا بيكون ايش؟ هيتروزايجوس، تمام، بيكون ايش؟ يعني اشي مش منيح، بيكون عنده اس وسي، تمام. هسه بحكي لي انه بالهيموجلوبين سي بيكونش في عندي اعراض، تمام، الا اذا عرضته ليش الاكستريم ستريسفول كونديشنز اللي هي ممكن تظهر عليه الاعراض، اللي هي الاكستريم ستريسفول كونديشن حكيناه، اللي قلل الاكسجين والاكسرسايز والى اخره، تمام. هسه نيجي على النوع الثالث اللي هي هيموجلوبين ام، تمام، اللي هي من ميثاموجلوبينيميا، تمام. هس هو هذا النوع من الهيموجلوبين بيكون اوكسيدايزد هيموجلوبين. هس بنعرف انه الهيموجلوبين عنده ايرون، الايرون بيكون ايش بالوضع الطبيعي؟ بيكون ايش؟ ريديوس اللي هي اف اي بلس 2، تمام، عشان يرتبع مع الفور بايرور رينج، واحدة مع الاكسجين واحدة مع الهيستيدين، تمام. هسه بهذا النوع من الهيموجلوبين بيكون عندي شو اسمه الحديد اوكسيدايزد، يعني بيكون ايش؟ بتحول ل اف اي بلس 3، تمام. فهذا اشي مش منيح، بس هو كان كهيموجلوبين موجود بجسمنا تركيز كثير قليل، يعني 1%، تمام، عن طريق انزيم اسمه ريدكتاز، تمام، من اسمه ريدكتاز، يعني بيعمل له ايش؟ انا بعتذر بس لاني انا بكتب خط ايدي، بس هو بشكل عام اسم الانزيم ريدكتاز، تمام، بتحول لايش؟ لاف اي بلس 2 اللي هو الهيموجلوبين الطبيعي، تمام. زي ما حكيت هو عنده الفا 2 بيتا 2، بس ايش الفكره؟ انه الحديد ايش؟ اوكسيدايز، تمام، should be reduced، طيب لازم يرجع ل اف اي بلس 2 عن طريق ايش؟ انزيم اسمه ريدكتاز، تمام، يكون تركيز اقل من 1%. هاي الريدكتاز اللي هو بيحوله ل reduced state، تمام، اللي هنا اوكسيدايز اللي هو يكون ايش؟
اف اي بلس 2، تمام؟ اللي هي اف اي بلس 2. ممكن تصير عندي شوي طفرات، تمام، اللي بتأثر على ايش الفانكشن تاعت هذا الانزيم، تمام. يعني ان شاء الله يكون انه شيء سهل، تمام، فيه معلومات يعني مش مهمه، بس احنا يعني حاولت اني اذكر كل شيء موجود فيه، تمام. هذا الهيموجلوبين بده الى هذا الانزيم عشان يحوله ايش من اوكسيدايزد، تمام، لريديوست. شو اللي ممكن انه يخلي الانتر اكشن بين الريدكتاز وهذا الهيموجلوبين، اللي هو لما احكي هذا الهيموجلوبين بديش الفض لانه اسمه طويل، ميثاموجلوبينيميا، تمام، راح احكي هيموجلوبين ام، تمام، الانتر اكشن بين الريدكتاز، تمام، وال اتش بي ام، تمام. يا اما ممكن تكون عندي سبب جيني بنفسه اللي هو الهيموجلوبين ام، تمام، او يكون السبب في الريدكتاز نفسه انه بيكون ايش الفانكشن تاعته كثير قليله، تمام. بده هذا انه يقلل ارتباط بين الريدكتاز والاتش بي ام اقل، تمام، بقللها. حكينا انه ممكن تاثر على الانزيم، تمام، او بتقلل الاكتيفيتي، تمام، بتاعت الانزيم او تو كومبليت لاك ان اكتيفيتي، يعني بشكل عام يعني يا اما بياثر على الاكتيفيتي تاعته، يا اما بقللها، يا اما انه بخليها لاك، يعني كومبليت لاك، انه ما عندهاش فانكشن بالمره. Both it can be to reductase all this. بشكل عام يعني هو حكي يعني بتكون مشكله بالهيموجلوبين نفسه او بالايش الريدكتز نفسه، يعني الحكي اللي تحت كله نفس الشيء، انه ممكن تاثر على الفانكشن تاعته او الميوتيشن ترتبط فيه، تمام. بعدين هون يصير في عندي مشكله فيه، تمام. اور انه ممكن تكون في عندي يعني نقص في الريدكتز، تمام، تكون هو متنح، تمام، او ممكن البيئه، تمام، الانفايرمنت تلعب ايش دور. ممكن تكون الدراجز زي النايتريس، تمام، هذا النايتريس اللي يعني بيثبط عمل الريدكتاز، تمام، بكون موجود في الايش فيرتلايزرز، تمام، اللي هو النايتريس بشكل عام، تمام، بتشتغل از ايش انهيبيتر تو ريدكتاز، يعني اول اخرها يعني صفت المشكله بالريدكتاز، تمام. والناس اللي عندهم هيموجلوبين ام كثير بنسميه بلو بيبي سيندروم، زي ما احنا نشوف هون، يعني وجهه ازرق، تمام. هسه خلصنا الكواليتاتيف، نيجي عند الكوانتيتاتيف اللي هم بدي لها دور في ايش الاماونتس اللي هي العدد، تمام. ممكن تكون زي الكواليتاتيف، تمام، ممكن تكون سنجل بوينت ميوتيشن اور ديليشن، تمام. هون ممكن تكون يا اما تعطيني اقل كميه من البروتينز، تمام، تمام، اور كومبليت لاك نوت جيفينج اوت ذا كوبي ات اول، تمام. هون نيجي على اول نوع اللي هي ايش الثلاسيميا، تمام، اللي هو موست كومن هيومن سنجل جين ديس اوردر، تمام. زي ما حكينا انه ايش بتقلل الكميه يا اما من بيتا او الفا، من اسمها يعني احنا كوانتيتاتيف الها دخل بالعدد، فان ايش الثلاسيميا بيكون ايش عندي البيتا اقل او الالفا اقل. في حال كانت عند العدد في حاله العدد كان اقل في الالفا بنسميه الفا ثلاسيميا، في حال اذا كانت بيتا اقل بنسميه بيتا ثلاسيميا. نيجي على الالفا ثلاسيميا، بس بدي اذكركم بشغله، احنا بنعرف انه الالفا جين موجود على الكروموسوم رقم 16، صح؟ وحكينا في هذا الكروموسوم رقم 16 في عندي غير انه زيتا، تم هذا زد جين، تمام؟ حكينا في عنده فككم من زد جين، تمام؟ ما بعرف ليش حكيته هون، تمام؟ كروموسوم رقم 16 عنده 2 الفا جين، تمام؟ 2 الفا جين، تمام؟ يعني في الكروموسوم الواحد عنده 2 الفا جين، يعني الكروموسومات ككل عندي 4 الفا جين، اثنين من الاب واثنين من الام، تمام. فعندي 4 الفا، فعندي راح يكون عندي ايش في الالفا ثلاسيميا، فراح يكون في عندي ايش 4 انواع من الامراض، تمام. الهيموجلوبين ايه حقنا الفا 2 بيتا 2، الاف الفيتس بده يكون جاما
الفا 2 جاما 2 زي ما حكينا فوق، تمام. هيموجلوبين اي 2 ممكن يكون الفا 2 او جاما 2، تمام. هذا كلياتهم راح ايش يتاثروا بالايش بالالفا ثلاسيميا، يعني كميه الالفا راح تقل هون، في حاله قلت راح تكون الفا بيتا 3 وهكذا. يعني ذا هومو تترمز اوف هيموجلوبين. اوكي، هون بيحكي لي في شيء اسمه هيموجلوبين بارت اللي هو ايش جاما 4، تمام. جاما 4 ار بيرديوس ان ايرلي لايف، يعني لا طيب هسه شو يعني ايرلي لايف؟ يعني لما يكون واحد ايش فيتس، تمام. فيتس شو انواع الجلوبولينز اللي عندي اياها؟ الفا 2 جاما 2، تمام. بس هو بيحكي لي هومو تترامرز، تمام. فعلا راح يكون كلياتهم نفس الاشي، تمام. احنا بحكي عن الفا ثلاسيميا، فالمشكله في الالفا، فالمنطقي يحكي ان الهومو تترامرز اللي هي هاي علامه السؤال اللي هسه مش فاهمها معناها جاما 4، هيك المفروض. أنا ما بعرف تتأكد من الدكتور بس هيك المفروض. هون بيحكي لي إنه هذا بالإيرلي لايف، تمام. بس بعد أشهر قليلة راح يصير في عندي هيمو تترامرز اللي هي بيتا 4 هي، تمام. هذا بنسميه هيموجلوبين اتش، تمام. راح يكون في عندي ايش ريديوس اكسجين كاباسيتي، تمام. هون الخطورة تكون variable، ممكن تكون من ما في عندي خطورة لا عندي ايش خطورة عالية، تمام. زي ما حكينا في عندي 4 genes involved اللي هي بالالفا. زي ما حكينا mutated alpha varies number from 1 to 4، تمام. تمام هسا هون بحكي لي لما الالفا تقل، تمام، ان راح يصير في عندي ارتباط بالاشياء اللي من سيم تايم، تمام، راح تزيد. يعني زي ما حكينا لما تقل الالفا ثلاثين راح يصير في عندي الهيموجلوبين بارت اللي هو كان محطوط عليه مربع علامه سؤال اللي هو انا اتوقع انه هو جاما 4، تمام، او هيموجلوبين بي اتش، تمام، اللي هو الهيموجلوبين بي اتش اتوقع اللي هو ايش بيتا 4، تمام. ليش؟ لانهم ايش عندهم اختلاف اقل من بعض، سلايت ديفرنت فروم ايتش اذر، تمام. نيجي لاول نوع اللي هو السايلنت، من اسمه سايلنت يعني ما يعني صامت، يعني ما له تاثير، اللي هو بيكون ايش في اختلال بصير عندي اختلاف واحد، تمام، بالالفا يكون عندي اونلي 1 فروم 4 جينز از ديليتد، تمام، والثاني بيشتغلوا. و هون بحكي لي انه ما في عندي اشياء او اعراض لانه الثلاث جينات الاخرى ايش بتشتغل. هسه التريت برضو من اسمه تريت يعني كارير، يعني نص بنص، يعني اثنين عنده اياها شغالين واثنين ايش مش شغالين، هاي بنقسم على الله كارير، تمام. اثنين من اربعة بحكي لهم ما في عندي اعراض لانه عندي ايش اثنين منهم بيشتغلوا، تمام، الا اذا تعرضت لهم لايش الاكستريم كونديشن زي ما حكيناهم اللي يقلل الاكسجين الى ذلك، تمام. لما يقل عندي الاكسجين راح اصير نيدز هاي، يعني الواحد عنده شيء طبيعي زي الواحد الناس اللي بتعيش في هاي التيتيود بكون عندهم كميه الاكسجين قليله، تمام. فهم بدهم يصنعوا هيموجلوبين، تمام، اكثر، تمام، عشان يعوضوا انه الاكسجين، يعني هاي يعني في حالة ايش الهاي التيتيود بكون عندهم كمية الاكسجين قليلة، فهم بيحتاجوا كمية اكسجين اكثر، تمام. و اكستريم اكسرسايز ما حكينا هي سم سيمتومز مي ابير، تمام، يعني مش هالاشي المهم. طيب هسه الهيموجلوبين اتش ديزيز هذا كثير مهم، بيكون في عندي ثلاثة منهم خربانات واحد منهم شغال. هون ممكن ما يسبب لي مرض بس ممكن في حالة الاكستريم اكسرسايز، تمام، بيكون عندي ايش بيشعر في اختلافات، ممكن ايش انه يعني هسه هو اوكي حكينا انه ما عنده ديزيز، تمام، بس في حاله الاكستريم اكسرسايز ممكن يشعر باعراض الديزيز، فهمتوا علي كيف؟ بكون هو من مايلد لمودريت، تمام، هيمولايتك انيميا، بكون نت فيتال، تمام، اهم انه هاي يعني كثير مهمه، كثير مهمه نت فيتال، تمام، وبكون في عندي البيتا 4 اللي هي سميناها من اسمه يعني هيموجلوبين اتش، تمام، يعني هيموجلوبين اتش حكينا هو هيموتيترامرز ايش بيتا 4، صح.
ما بيحكي لي هاي ليفل اوف بيتا 40 ترمال از بريزنت من اسمه هاي دروب فيتلز من اسمه فيتلز فهو ايش المشكله بالجاما الاربع يعني عندي جاما 4 تمام يعني ما عنديش ولا الفا هاي 4 جين از ديليتد تمام ذا اونلي كوبيز ار جاما هاي جاما في الرحم اللي هي اليوتيرس تمام اللي بنسميه اذا ما سميناه الهيموجلوبين بارت تمام اما بعد ال افتر بيرث بيصير في عندي اول بيتا اللي هي الهيموجلوبين اتش تمام زي ما حكينا كلياتهم عندهم ايش الكارين كاباسيتي للاكسجين اقل زي ما حكينا هون يكون جاما تشينز تشينز عفوا هو نفس الاشي عنده ريديوست اوكسجين كارين كاباسيتي يعطيني ايش اوكسجين ستارفيشن تمام يكون ممكن انه يا اما الموت الفوري تمام انه بيموت بسرعة او اول يعني بيموت بعد ما يولد يعني بايام قليلة او خلينا احكي في فترة اقل ما بعرف اذا بايام قليلة او بساعات او باشهر بس بشكل عام انه بتكون فترة كثير قليلة طيب هسا نيجي خلصنا الالفا نيجي هسا على البيتا ثلاسيميا من نوع الماينر هسا لما نحكي كلمة ماينر بس بدي اياك تعرف ماينر يعني بيكون كارير خلينا نحكي كلمة كارير تمام مع ايش ما عنده اعراض تمام يعني بيكون طبيعي زي ما حكينا الماينر يعني كارير يعني ايش هيتيروزايجوس تمام للبيتا ثلاسيميا بيكون عندي 1 نورمال تمام اند 1 ميوتيتد جين تمام ما يعطيني ايش بيقلل البيتا جلوبيلر تمام بيكون ما عنده اعراض الا اذا عرضتهم للستريسفول سيتويشن هون كلمه اكسبت تمام لانه هون فيك محطوط هون هاي وين محطوطه بس هي محطوطة هون انه في حال اني عرضته ل هيها ثواني هيا هيتيروزايج ار كلينيكلي نورمال تمام بيكون نورمال تمام ما عنده اعراض الا اذا ايش يعني عرضته للاشياء الاكستريم كونديشنز زي اني اقلل ايش ضغط الاكسجين والهاي التيتيود اللي حكيناهم كثير تمام زي ما حكينا البيتا جلوبولين عنده 1 جين اللي هي ايش على الكروموسوم رقم 11 2 اليلز اند 2 سايتس تمام اب نورمال زي ما حكينا اذا بس واحد هو الاب نورمال بيكون كارير اللي هي نفس التريت اما اذا كان هم اثنين اب نورمال بيكون ميجرز تمام اللي هو ديزيز نسميه الميجر تمام بيتا ثلاسيميا ميجر تمام الكارير بيكون ماينر والديزيز بيكون ميجر تمام تمام البيتا ثلاسيميا الماينر تمام بيكون هو الموست كومن تمام بيكون موجود كثير تمام ذا موست كومن ان اور كوميونيتي اند ريجن اللي هي بالشرق الاوسط خلينا نحكي حكينا الهيتيروزايجوس اللي هو الماينر في حال عرضته للاشياء الاكستريم كونديشن زي يعني قل الهايبوكسيا خلينا نحكيها تمام انه هاي انه كمية الاكسجين بتكون قليلة الهايبوكسيا او الهاي التيتيود اللي هي نفسها على فكرة very low pressure اوتول نفس الهاي التيتيود هون بيحكي انه في قانون تزاوج الاردن انه لما واحد يتجوز لازم يعمل فحص الثلاسيميا اللي هو فحص ما قبل الزواج تمام لانه هو بيكون خطر ده ما حكينا لفوق لانه في كل الاثنين كاريرز لما اثنين يتجوزوا تمام واحد عنده جي كابيتال جي سمول جي كابيتال جي سمول تمام صار عندي تزاوج ممكن يعطيني ايش جي سمول جي سمول واحد يكون عنده مرض there will be a chance for their children to have this disease اللي هي بيتا ثلاسيميا ميجر مش الماينر دير بالكم زي ما حكينا الالفا ثلاسيمي هو اخطر واحد لانه ايش 4 تايبس عندي 4 جينز تمام بس انه يصير كميته كثير قليله تمام اما البيتا ثلاسيميا لانه هو سنجل جين ما بيكون خطير بس انه ايش يصير موست كومن
معناتها البيتا ثلاسيميا ميجر ما بيكونش عنده بيتا سبيونس اللي هم الطبيعيات، فما بيكون عنده الالفا سبيونت اكثر، بيكون زي الكباسيتي اقل. يعني هذا كلياته يعني حكي حكيناه فوق، بس هذا كان مراجعة. تمام، هون بيحكي لي انه راح يزيد صناعة، انه راح يبلش صناعة الريد بلاد سيل والهيموجلوبين. تمام، بس هو كتعويض البون مارو راح يزيد. يعني هون زي ما هون نشوف انه البون بشكل عام البون راح يزيد، بما انه البون راح يتوسع البرض البون مارو راح يتوسع. هيك this make a change in the bones of the face زي ما هون شايفين. تمام، والليجز والارم يعني مش هالإشي المهم هون، مش مهم إشي. تمام، تحاول اني بون تشينج كومنت فراكشر. تمام، واي دو بيتا ثلاسيميا ميجر بيشنتس داي؟ ليش؟ لانه في عندي ايش، بلاد ترانسفيوجن اللي هو في نقل الدم. تمام، والبيتا جلوبين حكينا هو بقل زي ما حكينا، والالفا جلوبين جلوبينز راح يزيدوا. تمام، اللي هم هوموتيترمرز اللي هم راح يكونوا الفا 4، هم بيكونوا انسولوبل. تمام، لانه راح يصير عندي اجريجيشن. تمام، راح يصير في عندي ديستركشن للريد بلاد سيلف، وين ديستركشن معناه زي دي فورميشن خلينا نحكي، او انه تكسير خلينا نحكي. تمام، وين في البون مارو والسبلين اللي هي طحال. تمام، هون لما يكون في عندي بيتا زيرو، تمام، بس لما يكون عندي كومبليت لاك اوف هيموجلوبين A اللي هي بيتا جلوبينز، تمام، بنسميها بيتا زيرو ثلاسيميا. تمام، اور بيتا ثلاسيميا ميجر زي ما هون حكينا، هون بيتا ثلاسيميا ميجرز بيكونش في عندي دونت هاف بيتا سب يونت، فبيكون عندي ايش، هو هومو تيترامرز للالفا 4، صح، هو بيكون انسوليبل، بيكون عندي الكباسيتي للاكسجين اقل. affect individuals suffer from severe anemia. تمام، الفيرس بيكون عنده انيميا من اول سنه، لازم ايش، عنده بدهم يحتاجوا للترانسفيوجن، وهي الترانسفيوجن للمده الطويله راح يصير في عندي تجمع للايرونز، وين في الهارت والليفر والبنكرياس. تمام، بعدين بيموتوا في عمر ال from 10 to early 20s. تمام، هيك ان شاء الله بكون خلصنا محاضره الهيموجلوبين باثول، يعني الامراض اللي بتسبب الهيموجلوبين. تمام، ان شاء الله تكون يعني محاضره سهله. يعطيكم العافية.